السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. مشاهدينا الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من الرادار، نرحب بكم مشاهدينا الكرام. أحداث كبيرة وكثيرة عندنا هذا الصباح سنناقشها سويا بإذن الله برفقة الأخوان نواف التميمي. حياك الله نواف. يا أهلا وسهلا فيك، أصب عليك بالخير أخوي سعود وعلى الأستاذ علي كذلك وعلى المتسابقين وعلى متابعينا الكرام. اليوم يوم مشعلل، ايه مولع مره. كذلك نرحب من بعد يوم السبت نرحب اللي في الطرف الثاني اللي اسمه علي. هلا علي، الله يحييك. همك انت الشباب اللي جايين، الله يحييك يبقيك ان شاء الله يا رب. يوم جدا بارد ولا في شيء اصلا عشان نذكره، بارد جدا يا رجل، حتى من البرود مشغلين شابين ضوء مشغلين نار. والله اجواء بدت تزين في الرياض يا شيخ صح؟ اي بسم الله. انت من النوع اللي اذا نزلت نص درجه رحت تكشت يقطع ابو. ان شاء الله عليك يا علي، انت ذيك الايام اذكر من الرطوبه اذا نزل من علي عرق من الرطوبه من جبهته ما يرد الا رجله من النعومه ما شاء الله. انا باريس لما رحت لها قبل فتره لما رحت الشانزليزيه تخبر اول محل دخلت العربيه العود، فهمت؟ طيب انت ما كذا، ثم رجعنا ان شاء الله للسعوديه. انت مثل اللي سافر برا يدور مطعم كبسه بالزات، ترى جوي نفس مضبي برا، فهمت؟ اللهم صبرك يا رب. اللهم طول لك اجل سوشي. تقول لي اذا تربعت كيف جوي يا علي؟ ما تغير؟ ما تغير. بدقه تربيع. مشاهدينا الكرام، اليوم حدثت مشاده بين المتسابقين وكانت بحضور الاستاذ ناصر الغامدي مدير القناه. صراحة ما حدث سأل الجميع، يعني هذه قناة بالفعل وبرنامج واقع، لكن لا نصل إلى مرحلة أن نصل إلى التشكيك في بعض والدخول في نوايا بعض أو الدخول حتى في نوايا فريق الإعداد. ما حدث اليوم، وهذه رسالة للجميع، لإخواني المتسابقين اللي يشوفوني الحين، للجماهير اللي تتابعنا ولي شخصيا، أسباب ما حدث اليوم أنا ممكن بوجهة نظري وبسمع الإخوان نسمع رأيهم في أسباب ما حدث اليوم من مشادات بين المتسابقين. أنا من وجهة نظري المتواضعة لا تتعدى ثلاثة أمور. السبب الأول الجوال، وهذا ما كنا نتحدث به من بداية البرنامج، لدرجة أن بعض الجماهير والمتسابقين ما عندكم إلا هالمحور، ما في إلا هالمحور. والله العظيم أن الجوال هو سرطان برامج الواقع، الجوال سرطان برامج الواقع، لأن الجوال بدون علم المتسابق وبدون، يعني احنا بشر في الأخير، يتحكم بعواطفه، يتحكم بردات فعله، يقرأ في الهاشتاجات. وللأسف بعض الجماهير تعتقد أن القمة لا تتسع إلا لمتسابقها فقط. هذه القمة ما فيها إلا متسابقي ونجمي، ولا شوف أحد غيره، وإذا في أحد برز بمبادرة أو بشيء بسبه، والمتسابق اللي مع جوال يدخل ويقرأ فتبدأ المشاكل. يشوفوا ايش سوى فلان لفلان فيتابع المتسابق ويبدأ يشيل في قلبه على خويه. هذا للأسف هو أحد أهم أسباب المشاكل اللي حدثت اليوم، هي تراكمات كل شايل في قلبه واليوم انفجرت. والله الذي لا إله إلا هو أننا اجتمعنا بالمتسابقين، أنا والأستاذ أبو معتز، في ثالث يوم تقريبا أو رابع يوم من كاريزما، الجميع، وأنا الآن يعني أناشدهم الآن وأذكرهم، وعدتونا وعد رجال أن ما حد منكم يفتح الهاشتاج. وش صار على الوعد يا شباب؟ هل كنتم قده؟ اليوم أنتم دفعتوا هذا الثمن. أنا ما ألوم فقط اللي صارت بينهم مشكلة، حتى المتفرجين جميعكم شركاء، كل من يشوف زميله ماسك الجوال وساكت، والله الذي لا إله إلا هو أنك سبب. العمدة ترى مفهي اليوم يا أخي، والله يسترسل. العظيم مفهي جاي مدرعم طايح، هو ميزة ما أخذ الختم حق العمادة يدور. طيب لا تصرف على يدك. بكمل النقطة، قلنا الجوال هذا المحور الأول، ولا ودي يوسف فيه لنترك المجال. الشيء الثاني، احنا دائما كبشر نحكم على الأمور من جانبنا فقط، من زاوية رؤيتي الضيقة. نصيحة لي ولكم، لا تحكم على الغلاف حتى تقرأ القصة كاملة، رجاء خاص. لا تجي وتطرح القضية قدام الناس إلا وأنت عندك خلفية عن القصة كاملة. لا تحكم على الغلاف فقط، لا تجتزئ جزء من القصة وتنقلها للناس وتدافع عن رأيك وأنت ما عندك خبر عن القصة كاملة. اليوم في أحداث رويت وأنا من وقف عليها وأنا من قابل هؤلاء الأشخاص، ورويت بشكل غير اللي أنا شفته صراحة. أنا استغرب أواقف وتابع منذهل صراحة. أنا اللي كنت بتشوفونها اليوم في الحلقة بطرحها سالفة، خلني أقولها من البداية، أبو مهند، أنا من استقبل أبو مهند، أنا شخصيا من قابله المغرب عند الباب، وأنا من اطلع على كامل التفاصيل وبنقلها لكم اليوم. فعشان كذا
حبيب المتسابق، أخي الجمهور، لا تنقل أي قصة، لا تحكم على الناس، لا تحكم على النوايا حتى تكتمل عندك الصورة كاملة، تسمع من كل الأطراف، تعيشها. أنت ممكن ما يطلع لكم إلا جزء من القصة، طرف بسيط، فلا تحكم، لا تنقل الصورة للناس، لا تكتبها في تويتر، رجاء خاص. كفاية نوغل في النفوس حتى صار بيننا تنافر، كأننا في حرب، مو في برنامج تنافسي، كأننا مش مسلمين بصدق. وصلنا لهذه المرحلة للأسف، كل حرب شعواء، أنت مستقصد فلان، وحسب في ناس دعوا علي بالحادث والموت. ليه يا أخي؟ حرام عليكم يا جماعة، والله أن أخوان وعسل وحبايب. يعني خلونا ننظر الجانب الحسن، فيه صغار يتابعونا، في ناس يقرون في تويتر، حرام حرام هذا اللي قاعد يصير. الثالث، وأنا ما ودي أطيل، الرادار. أنا مو بأمدح فقرتي، لكن إحنا السبت تحدثنا واليوم وقع ما تحدثنا به. إحنا ترى إذا طرينا قصة وجبنا مقطع مو معنات إن نوغل في قلوب الشباب، لا لا والله هذا مو بقصدنا، ويوافقوني على الشباب، إحنا نرمي طعم يا شباب، ترى إحنا عندنا خبر أنكم مختلفين، حلوه هناك في الغرفة، في الغرفة خلف الكواليس حلوا مشاكلكم. ترى أنا ندري لما تكلمنا عن عمودية وليد في أول مرة، وكان وليد أو علي الغامدي يقول ترى فيه مشاكل لأن في ناس ما حضروا، طلع وليد وكابر يقول لا لا إحنا حبايب وأخوان، لا ما صار شيء. كيف ما صار شيء؟ طيب ليش ما حليتوا هالأمور إذا في شيء في الغرف؟ مو بلازم تطرحونها، انكروا قدامنا إحنا كذابين، الرادار كذاب، أوكي موافقين، حطونا كذابين، خصوصا علي أكبر كذاب. تكلم عن نفسك. نواف هو الحبيب شوي، فهذا الكذاب قولوا كذاب له، بس حلوا مشاكلكم، ما نبغى نطلع بشكل سيء مثل اليوم طلعناه، نبغى نطلع بشكل جميل قدام الناس. والله العظيم لا نبحث عن شو في قناة الواقع، أقسم بالله لو أننا نبحث عن شو كان ما ألغينا البرايم، كما جاء تركي أمس وألغاه. لا ليش أسوي كذا؟ أنا عندي فكرة أفضل، أبجي أوقفهم على الستاند هنا يوم السبت أمس، جبنا زياد رجعنا ثلاثة، أوه احتفلنا، رجعوا الشباب، بقى ثلاثة، نسوي مسابقات بينهم، نوقفهم على الستيج، بعدين نقول بمناسبة اليوم الوطني ما حد بطالع، بالله مو بشو أكبر، وبتصير فرحة أكبر، ردة فعل عظيمة، والجمهور سيفرح والمتسابقين. بس ما نبي، إحنا نحترم أنفسنا ونحترمكم كمشاهدين، ليش أصنع على رأسك حدث؟ مو من طبعنا، وأنا مطلع على الكواليس، مو من طبعنا والله. أنا ما ودي أطيل وأعتذر إذا أطلت، لكن هي شيء قرقع هنا من سالفة المغرب، وحبيت أحكي به. خلونا نسمع وجهة نظر نواف في هذا الموضوع. سعود، أنا يعني برجع للموضوع أو برجع الحلقة يوم السبت، كنت تقول نواف لا ما تروح تقول لهم تكفون جاملوا بعض. أنا يوم السبت وصلت لحد أنه فعلا لا، أنا إيش اللي بيصير بعدها؟ أنا متوقع أنه بتصير كارثة. أنت ليش ما قلت ابحثوا عن حل؟ المجاملات هذه نهايتها يا مستحيل نقول ابحثوا عن حل، لنا أسابيع إحنا نقول لهم ابحثوا عن حل، وآخر أسبوعين كنا نقول لهم ابحثوا عن حل، لكن ما حد يريد، ولا أحد من المتسابقين قال أنا عندي الحل. توقعت أنه في بعض المتسابقين أنه يحلونها بينهم، سيتصدر وبين المشهد، أي ممكن وكان يعني بيحلونها، لكن ما شفنا أحد. في الأخير اتخذت قرار أنا، أو أنه اتخذت هذا الشيء من رأسي، وكنت أقول يرحم والديكم تكفون جاملوا بعض، مو عشان نحن عشان برنامج، عشان محبينكم اللي يتابعونكم، عشان أهليكم اللي قاعد يتابعونكم خايفين عليكم من كل كلمة ومن كل سقطة تصيركم في البرنامج. في بعض الأحيان وخاصة حلقة يوم السبت، يعني ودي أقول أنه إن حكينا ندمنا ونسكتنا قهر. الله فعلا صار يوم السبت أني حكيت وندمت أني حكيت. ليش ندمت أني حكيت؟ البعض دخل انه انا يعني شيء يستفزني كثير، ما عندي مشكله انتقدني، اغلط علي، سبني، ما عندي مشكله انا كشخص كمقدم، بس اما تدخل في النوايا تدعي علي، يعني تدعي المظلوميه انك انت يا نواف قاعد تظلم وانك تدافع عن فلان ولا تذكر الا بالخير، هذا الشيء اللي يغبن فعلا، يعني شيء يغبن ولا تلقى له اي حل، يعني ما ادري ايش تقول. واتوقع اني ارسلت لك بعض التغريدات او بعض الردود اللي قاعد تجيني على الخاص، ما علي هذا من الشيء، بس انا اتكلم انه في ناس يثيرون الزعزعه، هم مو عارفين وش قاعد يصير في القناه، احنا قاعد نشوف، احنا نتكلم. اقول لك يوم السبت انا كنت منفعل جدا لاني خايف انه بيجي ذا اليوم اللي بيصير ذي الاحداث كلها، والله كنت خايف، وكنت اشوف الشباب كل واحد في اتجاه، وهذا يرمي لك كلمه ويمشي، وهذا يرمي لك كلمه ويمشي. احنا ناخذ منكم العلم، ولا احد بيعطينا العلم. لا اكيد في اسباب، حاولنا اسبوعين كامله ورا بعض احنا نقول لهم تكفون ارحم والديكم، اجتماعات خلف البث، ناصر غامدي تعب، اجتماعات مجتمع معهم ناصر، انا عارف، اجتماعات شبه يوميه،
اجتماعات مع فريق الاعداد. طيب اجتماعات مع ابو مؤتز تسمح لي دقيقه بس بس طيب. انا اتمنى بس الشباب يسوون مداخله مع والد مهند الفيصل لان تم ذكره اليوم بان والد مهند الفيصل انتظر من الساعه 7 حتى 3 فجرا ولا دخلوه الشباب في الاعداد. نبغى نسمع راي ابو مهند الفيصل فاتمنى انكم تسوون لنا اتصال معه. تفضل يا طيب. انا اقول لك اللي صار اليوم هي ضغط من متسابق مضغوط داخليا اللي يضغط الزياده. انا اقول لك حاجه, استخدام الجوال في ناس يكتبون مو عارفين وش قاعد يكتبون, والله هذا شيء يقهر. والمشكله انهم يدخلون بالذمم, ترى شوف فلان سوى كذا عشانك انت, يبغى يسقطك, وهذا كل قاعد ايش يتملي راسه. لو انه بالفعل راعي زميله كان انت تصافه من بدايتها, من امس, من قبل امس, من قبل 3 ايام, من قبل 4 ايام عن خلف البث, لو راح لزميله في وقتها والله انتهت يعني تشوف شيء جميل بينهم. ما ودي انه صار ذا الشيء. لا شوف الشيء عشان نكون منصفين, عمر كان يقول ربما اخطا في توصيل, والله ما اسمي الامور مسمياتها ما عندي مشكله. حلو. كان يقول انا اقصد الاعداد ولا اقصد وليد, ان الاعداد كان يبغى ينجم وليد. طيب. وليس قضيته مع وليد كشخص. طيب انت فهمت ان عمر, والله انا ما اقصد عمر ذا الكلام تدري. من تقصد طيب؟ انا اقصد في ناس كثير غير عمر اللي صار. تسمي لا ماني مسمي, خلاص احنا وصلنا المرحله خلينا نسمي. لا والله يعني يوم صار عمر في ناس تكلموا وفي ناس سكتوا, في ناس انسحبوا من الكلام, في ناس ما عرفوا يتصرفون, في ناس يقولون لا انا ما قصدتك يا وليد. اقول الجميع, والله الجميع مو بعمر الحاله. عمر اوكي لانه انفع اليوم تراكمت اجرأهم عليه. ايش عمر اجرأهم يعني؟ لا مو اجرأهم, وانا تمنيت انه يطلع عمر هذا الشكل, مره ما تمنيت, مره ما تمنيت ابدا ابدا ابدا. ليس عمر الذي نعرفه, والله ابدا كان يحل مشاكل خلف الكواليس. والله تمنيت انه عمر مسك وهدى اعصابه كان بيطلع بشكل افضل, لكن الجميع الجميع ليسوا على قلب واحد الا من رحم ربي, يعني 3-4 ممكن اقول, الباقيين لا, الباقيين يوم تكلم عمر بعضهم قال اوه صح مو بعارفين مو بعارفين, ما ادري شو السبب. لا تعطينا الكلام, عشان كذا اقول لك ما ودي اتكلم ولا ودي ازعل احد بالكلام, لكن هذا اللي صاير. طيب ناخذ علي الغامدي. اولا انا ودي اتحدث في نقطه انه ليس كل ما يسمع يقال, يعني ليس كل ما يحدث اسفل الشاشه او خلف الشاشه يتم الحديث فيها الشاشة. ما حدث اليوم هو يفتقد, ما حدث في برنامج كاريزما يفتقد الكاريزما. اللي صار اليوم ليست كاريزما إعلامي, ليس موقف إعلامي, يعني ليس كل ما يحدث خلف الشاشة نقوم بالحديث عنه في الشاشة, لأنه في كواليس ما دخل الجمهور فيها. ما له دخل جمهور انه سعود اللي استقبل ابو مهند, ما له دخل جمهور انه ابو مهند صار معه, ما له دخل انه ابو مهند انه الان احنا نبغى نتواصل معه, ما له دخل انه ابو مهند يدق علينا يوضح الصوره, لانه هو اب لاحد المتسابقين جاي يزور ابنه. انا ما يدخل بالخلاف, فمو اي حدث يساق على الهواء. فهمت الفكره؟ يعني مو اي شيء يصير تحت الشاشه يظهر على الشاشه, وليس بمعنى, وقد قلت أكثر مرة على خلافي مع نقاط كثيرة في وليد يتحدث فيها. وليد ليس من هذا الحديث موضوع تنجيم وليد, غير صحيح, غير صحيح تماما. إذا على موضوع تنجيم وليد كان مفروض أنه أغلب مبادرات يقدمه وليد. صحيح. تمام. الآن أنا أبغى أنادي فهد المطيري ومحمد السالم, وأنا قلتها لهم وكررتها لهم أيام كانوا ماسكين الوقف, وحلفتهم انه ما يذكر اسمي. اعطيتهم مبادرتين او مبادره قلت طبقوه على الهواء وسووا المبادره الفلانيه, بس لا يذكر اسمي على الشاشه. تواضع. لا ما هو قصه تواضع, ما احتاج شيء, بس دام الموضوع كذا لا يا حبيبي, دام الموضوع كشف والستار انفتح, لا الان نفتح الاوراق ونقول انه انا اعطيت مبادره لفهد مطير ومحمد السالم الاسبوع الماضي وما طبقوه, والان محمد السالم وفهد مطير يدخلون على الهواء يتكلمون. انا اعطيتكم مبادرتين او مبادره وانتم ما طبقتوا عليها, بغض النظر هي جيده غير جيده, انا اعطيتك فكره, سلمتك فكره معينه تمام, وما طلبت تذكر اسمي. هذا شان خاص فيني. دام الموضوع صار على المكشوف, نلعب على المكشوف والورق كله مفتوح, خلاص انا فعلا اعطيت فهد المطيري واعطيت محمد السالم. ايش معنى يعني علي اثنين دولي؟ والله صادفت الفكره الجمهور. لا 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 عمر صادق, في ناس يبحثون عن تنجيم بعض الفكره الأسماء. اللي ببالي جت الفكره ببالي في اثناء في اثناء مسكهم للسفاره واعطيتهم. لو كنت ابغى انجم كان نجمت اي احد غامدي. لو كنا نسعى لهذا الموضوع كان علي بن سعيد ولد عم المدير في برنامج السوق خذ المركز الاول,
ولد عم علي بن سعيد. صحيح. كان ممكن يكون علي الوافي لما كان معي في برنامج ضد صيك ثلاثة أخو ناصر الغامدي في القناة وهو مقدم كان أخذ أحد المراكز الأولى. لو كنا فعلا نتحدث علي الوافي علي بن سعيد مشارك في السوق قبل 6 شهور وما أخذ المركز الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا أخذ النجم الجماهيري. صحيح. ولا أخذ ولا أخذ ولا أخذ. بالعكس لو أخذنا عن موضوع التنجيم وموضوع أنه هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية فهم مع بعض لا لا غير صحيح غير صحيح. لو كذا كان علي بن سعيد أخذ الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا أخذ النجم الجماهيري ولا أخذ أي جائزة اختلقها له ناصر الغامدي. فهمت الفكرة؟ لو كان كذا كان علي الوافي أخوه قبل 12 سنة شارك وأخذ أحد المراكز. طيب علي بسألك هل شفت أن الشباب اليوم احترموا ناصر الغامدي كمدير للقناة بينهم؟ أقسم بالله يعني مهما حدث من اختلافات ومهما حدث من اختلافات أو مهما اختلفت أن هذا الرجل ما أقدر أرفع صوتي عليه. أساؤله كثيرا. أقسم بالله أني ما أقدر أرفع صوتي على ناصر مهما تحدثت سواء في الرادار ولا في الجوال كلمة ولا قبل أيام سابقا كنا في برامج سابقة أو الآن أو بعدين أو هذا الرجل ما أقدر أرفع صوتي عليه فعليا. الرجل هذا احترم احترام. الرجل هذا يمتلك طيبة ويمتلك يا أخي صبر. طول بال وصبر يخليك فعلا تسكت. الرجل جدا خلوق إلى أبعد درجة والله ما أقدر أرفع صوتي عليه. فاليوم اللي حدث مع ناصر والله إساءة لناصر وإساءة للقناة. إساءة لناصر وإساءة للقناة لأنه بالأول والأخير أنت في منبر إعلامي مو هذا الحديث اللي يصير. مو مشكلة الشفافية كيف علي. دقيقة دقيقة تعال تعال كيف تقول محبة؟ المبادرة الوحيدة اللي كان مفترض وملزوم القناة أن تطلعها في وقتها مبادرة العلاج الطبيعي وما طلعت في يومها طلعت آخر 10 دقائق. وين المحبة؟ حقت وليد الزهراني. وين المحبة في الموضوع؟ طلعت 3 دقائق ونص آخر البث ولا والنص هذا خذها الشارة خذت الشجرة. وين 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 المحبة في الموضوع؟ وين المحبة في الموضوع؟ خليني أقول لك ممكن أعلق. عمر بن هذال هو الوحيد الذي مشاري العتيبي ما أدري هل بعد خلنا أنا ببدأ أشكك بعد إيش معنى مشاري العتيبي هو اللي تواصل مع فريق عمر بن هذال فقط وسوى مبادرة الأسهم وهو اللي تواصل معهم وهو اللي نسق المبادرة وأشرف عليها بإمكان فريق دعم عمر بن هذال ينفي أو يوافق والدعوة ذمة يعني ما في الأخير. وأيضا مبادرة الصديق اللي قام بها عمر بن هذال كان مشرف عليها مشاري العتيبي. الوحيد الذي جلس معنا كضيف طوال البث صديق عمر بن هذال اللي هو نواف العتيبي. صحيح. هذه 3 مبادرات كانت لي يا هل في محبة؟ وأنا بعطيك أنا لازم أسترسل لأن هذا الموضوع لازم نقفله. موضوع المحبة حنا بعيدين كل البعد عنه. اليوم الوطني أنا أشرفت عليه واللي إحنا اعترفنا بتقصير بتقصير ما أول شخص كتب اسمه في اليوم الوطني عمر بن هذال وعمر عنده خبر وأنا مبلغه وليد الزهراني والله الذي لا إله إلا هو ما درج اسمه ولا كتبته ولا كان له أي فقرة في الحفل إلى قبل الحفل بيوم لأن اللي كان مسؤول عن المسرحية وائل الخواجي صار في سوء تنسيق بين وائل الخواجي وأحد الشباب ولا أعطوا الشباب مسرحية فجاني وليد ليلة أنا جمعت الشباب هنا أذكر قلت يا شباب بكرة اليوم الوطني كيت كيت جاني وليد وإبراهيم النجاشي قالوا ما عندنا مسرحية قلت والله يا شباب أنا ما أقدر أكتب النص ممكن أشرفت لكن مستحيل أكتب لكم نص أنا ما الله ما خلق لي إنسان من قلبين في جوفه قلت كيفكم قالوا حنا بنكتب قلت بكيفكم اكتبوا والأغراض اللي تبونها أبشروا بها طقيت صدري قلت أنا معكم انسوا الإعداد انسوا الإنتاج أرسل لي قال طيب إبراهيم النجاشي الأغراض قلت أرسلها من جوالك استاذ من أيمن وارسلها علي جاء الصباح الساعة 9 الصباح إبراهيم النجاشي مسجل لي تسجيل صوتي بالمطالبات اللي يبونها وأنا اللي بنفسي اشتريتها وجبتها معي إلى هنا. عموما معنا الآن في على الهاتف والد مهند الفيصل حياك الله يا أبو مهند شباب شغل السبيكر أبو مهند معنا معك أبو مهند حياكم الله ارفعوا الصوت يا شباب حق السبيكر يا مرحبا ومسهلا يا أبو مهند حياك الله يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أهلا أهلا أستاذ سعود أهلا بالزملائك الغامدي والأستاذ نواف حياكم الله جميعا احنا سعيدين فيك يا ابو مهند وانا كنت سعيد جدا بمقابلتك الاسبوع الماضي وانت رجل تربوي ونتعلم منك ونعمة تربية في الولد مهند اشهد بالله انه نموذج مشرف لكل اب وكل ام حقيقة يعني لكن ساءنا ان اليوم
هناك من قال أن الإدارة القناة والإعداد لم يستقبلوا أبو مهند خير استقبال وإن تركناه من الساعة السابعة حتى الثالثة فجرا عند الباب، هل هذا الكلام صحيح؟ هل الإعداد تركوك عند الباب؟ أظن الموضوع من شقين، الشق الأول أنه قد يكون فهم الموضوع خطأ من أحد الأطراف ولذلك حماسة الشباب وكذا، ربما هذا السبب. لكن أنا اللي حصل أنه حضرت إلى القناة يعني بمبادرة مني شخصية حقيقة بدون تنسيق مع أحد. لا ما نسق مع أحد، جيت إلى القناة تحصل على العنوان، حضرت قابلتك عند البوابة، قلت لك أنا والد مهند أحتاج أني ممكن أقابله ممكن كذا، الإعداد في الداخل يقولون مزدحمين بالبرامج يمكن ما نستطيع اليوم يمكن كذا يعني، فأنت قلت تحمست قلت لا بالعكس. وبعدين جاء أبو معتز أستاذ مشاري الظاهر وخيرني، قال لي بعد الساعة 10:30 بعد 11:30 يعني أعطاني كذا وقت لأنه كان في عندكم مبادرة بيشة وكذا برنامج، كان في مجموعة من الشعراء وكان ذات اليوم كان مزدحم حقيقة وأنا كنت مسافر، فاقترع علي يوم الجمعة أن يكون عندي مثلا فقرة كاملة. تمام. فأنا قلت لا الجمعة أكون مسافر ما أكون في الرياض، صحيح. أتمنى اليوم إذا ممكن، فحتى يعني خيرني قال لي ما في بأس تدخل، أما تدخل عن طريق اتصال وثم تخليها مفاجأة أو كيف أو تبغى مفاجأة، فأنا اقترحت أنها تبقى مفاجأة المهند ولزملائه. تمام. وهذا ما حصل وكان يعني ما شاء الله يعني كان لقاء جميل وكانت يعني هل وجدت حفاوة يا أبو مهند من الشباب واستقبال؟ والله جدا يعني الشباب ما شاء الله تبارك الله، الشباب في المنتجع في الداخل والله كلهم رأيتهم مهند صراحة وأحرجوني وحبيتهم أكثر وأكثر يعني. طيب الله يعطيك العافية أبو، وكذلك من الإعداد وكذلك من الجميع يعني ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقكم جميعا. شكرا لك أبو مهند. الله يحفظ يبارك فيك وجزاك خير. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. لا هو ذكر طريقة دخوله، كان يقول اتصال أو حضور، ولكن هو قال أنا اللي قابلته. زين أبو مهند لقيته عند الباب بالعربي من الآخر، والله لا أحكي القصة لا زيادة ولا نقصان، وأنا ما تعودت أني أجلس على هذا المنبر إلا وأنا بإذن الله لن أتحدث إلا بذمة، وهذا ما أبري الله سبحانه وتعالى به. قابلت عند الباب قال لي أن الشباب أني جاي بدون تنسيق وأنهم يقولون ما نقدر ندخلك لكثرة الفعاليات. قلت والله أنت قابلة سواء على البث أو تحت البث، أنت وش تبي؟ قال على البث. قلت بس إذا في وقت إذا أمكن ولا بتقابله تحت البث؟ قال خلاص. تواصلنا مع أبو معتز وبيض الله وجهه، قال سعود زحمة، قلت الرجال متعني ولا يقدر يقابل الجمعة يا أبو معتز، وأنتم نسقتوا معه لكنه بيسافر. فقال أبو معتز أبد، الساعة 11:30 حياه الله بنرحب فيه والباب مفتوح لأبو مهند. قلت أبو مهند الساعة 11:30 يناسبك؟ قال نعم. قلت طيب تتفضل معنا داخل القناة؟ قال لا بروح الكافي أنا وعبد العزيز العنزي صديق مهند، وعبد العزيز هو اللي نسق في الليلة اللي قبلها. قلت أبد اللي يناسبك، بس أقلط قهوة. قال لا أنا بروح وبجيكم 11:30 وأخذ رقم جوالي، وعبد العزيز العنزي موجود. فخرج أبو مهند ولما جت 11:30 تواصل معنا. صار في هذاك اليوم تأخير بسبب العشاء اللي وصل من والد والدة محمد الزعيزعي، وكذلك صار تأخير من ليلة بيشة نايف الأكلبي، مما أدى إلى أن الرادار يتأخر أيضا ونأجل دخولية أبو مهند. ثم صارت إسقاطة التحدي اللي كان لها 3 أيام المفروض تطلع وتتأخر، طلعوها هذاك اليوم. ثم دخل أبو مهند ومددوا البث لعيونه نص ساعة. مسألة أن اللي دخله فلان هذا ما يهم، إحنا ما يهمنا إلا أن أبو مهند وجد البيئة وجد الاستقبال اللي يستحقه، ووالد جميع المتسابقين على روسنا وإخوانهم وأهلهم وأصدقائهم على روسنا. وأنا أشكر أبو مهند على شفافيته واتصاله اليوم وتوضيح الحقيقة. إحنا لا نزايد على شيء، إحنا عندنا الحقيقة ولا نرضى بأن أي أحد يسقط على الإعداد أو القناة. يا جماعة الخير إذا في شيء أعطونا ما عندنا مشكلة نسمع، بس لا تسقط بشكل غير صحيح فقط. بالنسبة لتنسيق وليد كان الهدف، الشباب قالوا بما أن في مشكلة وانحلت اليوم خلوا وليد يدخله، هذه الفكرة. وفقوا ما وفقوا والله مو بتنجيم يعني، لا تعليق صراحة. علي فأعيد وأكرر في موضوع أنه والد مهند هو والد متسابق، أنا ليس لي أي دخل في موضوع أني أدخل أتمشكل مع أي أحد ثاني. نشكر والد مهند. لا هم قالوا سوء تنسيق وخلوه عند الباب 7 ساعات. شكرا أبو مهند. أنا والله العظيم أذكر ذاك الوقت بالضبط، كانت فقرتنا عند الشلال وكان أبو مهند عند الباب وطل، وبالعادة إحنا فقرتنا قدام باب فشوف الباب،
فأرسلت رسالة لمشاري في الواتساب أنا الآن، والرسالة عندي ما زالت محفوظة. قلت مشاري، هذه الرسالة إن شاء الله إني أقراها لكم بالضبط. قلت مشاري منهم اللي عند الباب أشغلونا. أنا فكرة كلمة أشغلونا إنه شتت انتباه إنه في ناس غريبة ممكن يدخل على القناة. فما بالك أيوة يا سلام عليك، أنا عند الباب. فقلت ممكن إنه أحد يبغى يسلم متسابق شيء معين، جوال يحرم له شيء. أوكي أنتوا بروحوا لي يا شباب. فكان وقت أبو معتز تو طالع من قدام من كنترول، توجه لهم أشوف معتز يكلمهم أشر لهم. دريت إنه أحد أهل المتسابقين واضحة، دام أشارة وشخص غريب دليل إنه أحد أهل المتسابقين، وحياه الله وشرفنا ونورنا يا مرحبا بابا. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أبغى أتحدث عنها، موضوع الإسقاطات. ما الهدف وما هو الإضافة عندما أقول سعود أنت بتغص في الموية صح؟ أنا المنقذ لك، سأتي لك بالماء، تفضل. إيش دخلني فيك يا أخوي؟ تغصيت مت مالي دخل. إيش الهدف لما أنا اللي أقدم لك الهدية لك إذا جت من جمهورك؟ إيش الإضافة لي؟ إيش الإضافة لي لما أنا اللي أقدم لك أبوك إنه جاي؟ إيش الإضافة لي؟ بالعكس ترى هذا مو شو صح. الشو كله حينسحب على موضوع انه ابوي انا مش ابوك انت. ثلاثة، موضوع لما تكلم عن موضوع خالد الزهراني تمام، وخالد الزهراني انا اكثر شخص اعرفه شخصيا وعن قرب واعلم ما في قلب هذا الرجل تمام. موضوع لما اسلمك اسقاطه يا نواف لانها ترتسم على شخصية نواف، انا عيني معد، انا خارج الدائرة واشوف كل المتسابقين، انا كمخرج خارج الدائره فاشوف كل انا كمقدم خارج الدائره فاشوف الدائره كامله، من يخدمني هنا ومن لا، من لا يخدمني، من اللي نفسه خفيفه يقدر يتقبلوا الشباب كلهم تمام. انا كلمني خالد الزهراني قال انا بجي وعندي اسقاط معينه، من تقترح على اسمه؟ اقترح على اسم واحد وانا اعلنها هنا واحد. قال عطني واحد. قلت بعطيك واحد، اثنين ما يدخل، ما اختار اللي تبغى. قال من تقترح؟ قلت اقترح عليك محمد الزعزعي. قلت هذا الرجل حيفيدك، هذا الرجل استخدمه ككرت جوكر، والبقية اصنع باللي تبغى، هذا صانع اللعب، استخدم أي مهاجم معك. هذا اللي كان يتكلم عنها عمر اليوم إنك اللي نعم نعم اللي موضوع إنه إحنا عشنا كومبارس، إحنا ببرنامج واقعي صحيح، إحنا ببرنامج واقعي، إحنا ببرنامج واقعي نعيش ريالتي مع بعض، وكلنا مكملين لبعض، كلنا حلقات نكمل بعضنا البعض. موضوع لما الآن الرادار هذا مقدم وسعود الآن تكلم ست دقائق ونص، يعني أنا كومبارس الآن شجرة؟ ماني شجرة، لا ما أنا دخل، هو تحدث هو المقدم. ليش مع يا اخي دقيقه، مع هربيز ليش ما ركبوا لي هربيز؟ هو المقدم مو بانا، متفاهم وكلنا تمام، بالرغم انا متحسس من سعود اليوم، كلنا مكملين بعض في هالمجال. انت متسابق وانا متسابق، ناصر مقدم، فلان كذا، هذا شخصيته ترسم هنا. يعني اكثر شخص استمتع معه تحت الهواء بالسوالف كثير متسابقين، من ضمنهم سلطان الامير. صح، سلطان الامير اليوم ترى جالس يلعب كوره هنا اليوم، قبل عشر يمكن صورته بسنابك اس كيو، اعلن سنابك ولا ما اعلنه؟ لا اس اي، لا اخو جالس يكلم الان. ده تكفى خلي يجي. لا خلص بس التيك توك حقي، بس التيك توك حقي. فالموضوع موضوع ان احنا عشنا كومبارسات، ما هو عشنا كومبارسات. لما خالد زهراني تقول خالد زهراني اجلسوا هنا بنسوي لكم اسقاط، خالد زهراني يبغى يسحبكم من غرف النوم، فطبيعي لازم اسحبكم من غرفة النوم. وش اقول لك؟ عندك شيء هنا، انكم لو مو خالد زهران قالت تعال كان كلكم في غرف النوم، ما في الا ثلاثة على الهواء. انا كيف اعيش ريالتي في هالفقرة اللي هي تعتبر اسقاطة؟ بعدين الفقرة هذه طبقت في برنامج السوق سابقا ولا حد تحسس منها، وبالعكس كانت جدا لطيفة وضحك ومزح وسعة صدر وتونسنا، وكانت جدا لطيفة والجمهور الى الان يتذكرها، ولو لم يتذكر الجمهور ما اعيدت له لانه مستانس عليه الجمهور. فعيد الفقرة هذه، وكان في إسقاطة ثانية كان ممكن تكون، لكن موضوع إقحام خالد الزهراني لإقحام موضوع إنه هذا زهراني وهذا زهراني، لا غير صحيح تماما، غير صحيح تماما. مدير الإعداد عتيبي طيب أوكي، مدير القناة غامدي ما لها دخل يا ناس، والله ما لها موجود، ما لها دخل. يعني معليش، يعني هذا الموضوع عالي من الصحة يا شباب. أنا أقدر أقول إحنا ترى المشكلة هذه، أنا الآن والله إني أتحدث أقسم بالله إني أتألم، لأنه وصلنا إلى مرحلة من السطحية في الحديث. لا اليوم لازم نبين نقاط حروف ولا نكررها، لازم نبين ليش، عشان لانه صار اختلاف. ايه، وللاسف ان احنا صرنا موضوعيين سطحيين في هذا الموضوع، انه صرنا نتكلم فيها سوالف المفروض انه ما صار فيها، مفترض كمنبر اعلامي ما نتحدث في هذا الحديث، لانه احنا كلنا مع بعض نمثل لحمه وطنيه مع بعض، ونقف مع بعض في وطن واحد، ثم نعود الى ديارنا وقبائلنا، والان تجمعنا في برنامج واحد نعيش رياليتي وخلنا نطلع اصدقاء وبالعكس بالاخير كلنا حبايب،
واغلب تحت البث لو تشوف سنابات الشباب جالس امزح مع فلان وهم يتعشون واضحك مع فلان، يعني الوضع ليس بهذه الشده يعني لا عشان تشدونا بس يا اي يعني شوي نوعا ما اقل خفه نختلف لكن حبايب. تمام عليك، هذا اول شيء. ثاني شيء، لما بدايه البرنامج تحدث مهند الفيصل عن مسرحيه له قال انا احتاج طلبات، قلت القناه ليست مسؤوله عن توفير اي مبالغ ماديه في اي مبادره لك شخصيا، ما لي دخل، فلو عندك دخوليه ادفع من جيبك صح انتهى الموضوع، وفرتها بريلين ولا ب3000 ريال. اعطيك نقطة. تمام، وذكرنا المتسابقين قلنا يا شباب اذا عندكم افكار وتحس ان مبالغها عالية كلمني، كلم اي احد ممكن ندور لك افكار بديلة بمبالغ اقل او بدون مبالغ. علي بس عشان ما نطول، بالنسبة لعطاري الدخوليات بجيك يا نواف، نقطتين بوضحها. النقطة الأولى، دخولية عبد المجيد الذيابي القناة وفرتها من الساعة 11 البارح، موجودة من الصباح ولا حد سأل عنها، موجودة عند الحارس من الصباح ما حد سأل عنها الإعداد، وعمدوهم من أمس ويأخذون الثياب يشترونها من برا وقالوا روحوا اشتروا ولا حد راح ولا حد سأل. بالنسبة لأبو مهند ما حد طلع أبدا، زي ما عيد أكرر بس عشان تتضح صورة أبو مهند، لأن هذا الموضوع بالنسبة لي أنا حساس. أنا من استقبله عند الباب والرجل لم يهمش نهائيا ولم يترك عند الباب ولم يؤخر، كان في تنسيق مسبق قبلها بيوم من عبد العزيز العنزي، قال عبد المجيد تبي تدخل كونفشن روم حياك ادخل تفضل تفضل عبد المجيد. طيب قال شو اسمه، اعوذ بالله من الشيطان، قال اني قلت بتدخل تحت الهواء على الهواء، قال لا بدخل على الهواء، قلنا الساعه 11:30 يناسبك، قال تمام. التاخير كان بسبب ليالي بيشه، فكان الرجل متفاهم جدا، قلنا ناخر الرادار ولا تطلع، قال لا انا معكم بجلس في الكنترول، حتى كنت بصور ذاك اليوم في الكنترول بس ما حبيت احرق المفاجاه وخليناها مفاجأة للمشاهدين، ولا كنت متكي أنا وياه ونشرب شاهي ونسولف. ومسألة إقحام وليد في الموضوع كان لحل الإشكالية، وليد كان رافض قال لا. ليش؟ قال الشباب ليش أقحم اسم وليد زهراني؟ عشان في تتش قبل يومين بين مهند ووليد، ومهند اعتذر، فهي موضوع أنه أدخلنا وليد عشان يكون وليد نوعا ما تلطيف للجو بين الاثنين، وما حبينا الاثنين يكون الجو بين متوتر. هذا اقتراح من الإعداد. إيه. إنه يكون مهند ووليد يقدمون البعض في موضوع إنه أبوك جاء ونسقنا معه، ولا بعظمة لسانه والده. طيب لم نقم بيقول والله روح قل الكلام اللي تبغى، بعظمة لسانه أبو مهند تكلم هالحديث وبيض الله وجهه. شكرا لك. عشان نتكلم بالشفافية العالية راح أبدأ مثل يعني بعد ما ختمت أنت يا سعود عن موضوع التأخير ذاك اليوم. أنا فعلا كنت موجود في غرفة الإعداد وكنت مع أبو معتز، هو قاعد يكلم نايف الأكلبي، نايف خلص، نايف أنت الوقت، نايف 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 موجود يقدر يطلع، وفعلا أنه يقول فعلا أكررها تأخير من أول ليل كان نص ساعة بسبب عشاء الزعيزي. إي ووليد نفس الطريقة، حتى وليد يقول سويت العلي، نايف تأخر، فما لوم نايف لأنه تأخر، لأنه أخر محمد زعيزي وتأخرنا ذيك الفقرات وطلع متأخر والد مهند. تدري هذا الدار كله وش ودي يا نواف بعد هذا الحديث كامل والتفصيل وابو مهند والدنيا والاداره، والله نودي يصير شيء واحد اللي هو انا ودي يطلع عمر يقول شو. من هو عمر من هذا؟ ودي يقول يطلع شو ولا يطلع حقيقه. لا لا مو بحق. والله انا وجهه نظري عادي 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 اتكلم، خلي القناعه جنب وخلي ناصر الغامدي ورايي والحدث اللي صار والاساءه لنصر، ودي انا شخصيا ودي اسمع يقول عمر من هذال والله شو، لانها على قلبي زي العسل ولا تكون حقيقه ولا ودي تكون حقيقة. ليه؟ لأن اللي صار مع والله اليوم مع ناصر الشاشة باهتة، لأني ما تخيلت ناصر أن يوضع في هذا المكان فعلا، تماما ما تخيلت أن يوضع الرجل الأول في البرنامج في هذا الموقف، لأنه لا يستحق هذا الحديث تماما. بس أنا مع علي يعني بالكلام اللي يقوله، فعلا ما تمنيت أنه أبو عبد الله يكون موجود، ما تمنيت أنه يطلع اليوم بالمغرب أصلا، ولا تمنيت أنه يطلع الشباب كانوا مشحونين بهذا الشحن، لكن يوم تأكدت أنه كان عنده فقرة أنه بيقدمها عن الوقف، لكن للأسف ما طلع لا وقف ولا شيء، طلعت مشكلة. أنا بس بتكلم بس نقطة أخيرة عشان أنهي الموضوع، وش ذنب وليد؟ وش ذنب محمد؟ وش ذنب فهد مطيري؟ وش ذنب الشباب المبدعين؟ أنه المشكلة هذه طولت، في ناس مبدعين قاعد يقدمون لنا شيء. أنا أقول لك أنه المبدع فعلا نقول له شكرا وبيض الله وجهك أنك قاعد تقدم هذا الشيء المفروض أنك قاعد تقدمه، بس انه مشاكل فتره اخيره اخر اسبوعين للاسف بناخذها. انا ودي ما نطلع من المحور، انا ودي أبين ما بطلع انا اليوم كنت اتابع العصريه. إيه؟ كانت يا رجل اليوم على الدائري واتابع عصريه، انا اول مره اشوف عبد المجيد منطلق، انا اول مره اشوف عبد المجيد محلق فوق السحاب مو مستنده، اي صار عمده وحس سحبهم سحبهم ويتكلم وروح، انا اول مره اشوف
بشت شورت اليوم حتى مع المشكله. لكن تخيل ان فهد الشهري قلب عبد الله السبع. لكن تخيل ان عادل هيف بغى يبني بيت من كثر ما يتكلم عن الاساسيات وكيف تحط الميدات. شلون اختلفوا اليوم؟ عبد المجيد اليوم بعد العشاء وش صار؟ صار كنا الدكتور فهد المنصوري. شلون اختلفوا اليوم مع الحدثة؟ ما ادري سالفتهم اليوم. لا صح، لأن يعني العصريه اليوم برنامج والمغرب برنامج والعشاء السيزون الثالث برنامج الثالث هذا اللي يخلي العصر طبعا. اليوم انا قلت نمت قلت الحمد الان انا لعلي ان ينام قليل العين. طمنت ان البرنامج بخير خلاص انام اصحى ان شاء الله امور تمام. صحيت الدنيا مقلوبه فوق تحت. ايش فيه؟ ما ادري والله. تمنيت يعني اليوم العصريه كانت بتكون يعني مختلفه تماما. انا بس تكفون شباب انا ما ودي اطلع متشتت. لا لا لا, لا تمام معاك 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 خلونا بالنقاط. انا ودي ابين ليش. طيب الاعداد والاداره صارت جدال قصير. كل من اراد ان يتهم الاداره فاضيين كذا تكة. الاداره هي السبب. سوء الاداره لا غير صحيح. الاداره والله انها على اعلى مستوى ودايره البرنامج بشكل صحيح ومقدر الشباب ومحترمتهم. وهذا الشيء يقولونه الشباب بانفسهم ودليل احترامهم الناصر. اللي صار اليوم حدث استثنائي اتمنى ما يتكرر. خلينا باخذ النقاط واحده واحده. مساله الصور اليوم طرها عمر ايضا. قال انه الصور لما وليد علق صورته ما حد قال شيء، ولما ركان علق صورته سحبوها. لا ركان له 4 أيام تقريبا من يوم الخميس او من 4 أيام تقريبا صورته معلقه. بس لان الموضوع صار فيه فتوى الشباب ما كانوا عندهم خبر وصلتهم. انا اقول صريح ما عندي مشكله ان الصلاه في مكان فيه صور مكروه، وهذه فتوى لابن باز وانا قريتها وارسلتها للشباب في الرادار. قلت يا ناصر هذه الفتوى لازم نشيل الصور. قال ناصر يا سعود بنخليها في المحاكمه شفافيه عاليه. والله هذا اللي صار. قلت اجل تدري ابو عبد الاله تم ناصر معليش والله انها شفافيه خلها. والملائكه ايضا لا تدخل بيتهم في صوره. بعدين والله العظيم من زينة طلعت سنة استوديو هندي في الحاره صوره معلقه ايش باقي كذا واحد يسوي بتبكر كذا بعدين يجي كليب صارحيني منه انا بدنيتك. لا يا شباب لا يا شباب مو كذا مو كذا. لا وراح يشيلون الصوره بحزينه. اي وراح يشيل الصوره يعني. ورب البيت ما تقدر تحطه ببيتك. طيب لانه بتنكسر فوق راسك. طيب طب انا بس عشان ما تطرق الموضوع انا ابغى في نقطه خير ابغى عشان اختم. خلينا نخلص دي ايه؟ انت ما خليتني فرصه علي ما هو انا عمري انا سعود عمري انا الحمش يا سعود رحنا يلا عطني بس يلا خذ راحتك. انا بس نقطه الاخير واتمنى انه ينهون الخلاف على الهواء اليوم. لا لا على الهواء اليوم ما ابغى. لا 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 يا لحظه يا لا تعرضني تكفى ما عرض ما حدث على الهواء ينهى على الهواء. نقطتي يحدث على الهواء انها على الهواء مهنيا. تفضل لا تلعب على نفسك ولا نلعب على انفسهم يا اخي. القلوب ما هي بصافيه. لا صافيه لا على بعض صافيه. هم مشكلتهم مع الاعداد قالوها. يا حبيبي يا سعود تكفى يعني انا اقول لك اياها تكفى الحين. والله العظيم اتمنى انه يكون اليوم على خلف البث بعد الساعه 3 يا اخي. انا نجيب اطلب نايف نجيب ما مقري اطلب عبد المجيد اطلب ما مقري ونقرا عليهم تعاون ابليس اطلب فعلا نشوف شو السالفه عليهم الاثنين ترى الاعداد ومتسابقين المخرج 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 يا بابا من 13 سنه اعرفه اول مره ينفجر قبل يومين. الشباب ما اقدر الشباب الشباب لا بابا كان ساكت من حاله بشانه معاه كاب 6 سنين ما تغير جاهز على جميل على الشاشه. أباضة لا تغير الشاشة أرجوك لا تزعل شل شل عن أباضة راح بيد صوتك خذ راحت. لكن أتمنى والله أتمنى أن اليوم أنت جميع اللي قاعد يصير وقاعد نشوفه وصلنا اليوم 52 ما بقى شيء والله ما بقى شيء. يعني ترى أقول لكم حاجة أنه 52 اللي راحت أنا بالنسبة لي أنكم ما قدمتوا شيء. قدامكم تقريبا 38 يوم إلى 37 يوم. أتمنى أن 37 يوم هذه تكون مختلفة يكون كاريزما جديد بحيوية جديدة بقلوب صافية على بعض. صدقوني والله العظيم ما راح يكون في واحد أفضل من الثاني. طيب. لكن خلوا قلوبكم صافية على بعض. شكرا لك يا نواف. عبد المجيد معنا في الكونفشن روم حياك الله عبد المجيد. حيا الله العمدة. الله يبقيك. عبد المجيد سلم ناصر الغامدي ما يدري عن شيء. صل على النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا جيتك هنا طال عمرك بخصوص الدخولية اللي ذكرتها. إيه بس أسألك أول شيء أنت قلت ناصر الموضوع اللي جيت عشانه بتكلم عشانه. طيب لا بسألك دقيقة أبو عبد الإله أنا جيته إيه؟ اعتذرت فوق الهواء بعد صلاة العشاء لأبو عبد الإله وأيضا اعتذرت تحت البث. وأنا قصدي ونيتي يعلم الله فيها أني ما قصدي الكلمة اللي طلعت. أنا قصدي يوم نطقتها وضحت لأبو عبد الإله أنه هي أنه يا عبد الإله أبو عبد الإله ممكن أنها صارت وأنت يعني ما عندك خبر فيها. هذا اللي حصل أول ما جاك إيه
عرفت؟ والحين ناصر عنده خبر ولا ما عنده؟ ما كانت بنفس اللفظ، لكن أنا كنت في وضع فطلعت مني والله العظيم على ما أقول شهيد إنها مو بقصدي. طيب القلوب نظيفة يا عبد المجيد ولا فيها مشاكل؟ والله العظيم إني قلتها وأنا أول كنت أيضا منفعل، قلت تراكم من الروح فيها يا فلان. طيب عبد المجيد القلوب نظيفة الشباب على بعضهم؟ نعم ولا في مشاكل؟ نعم نعم نعم. عبد المجيد سم، إلى متى نصل إنه كل ما واحد زعل قط له ست كلمات سبع كلمات وبعد ثلاث دقائق ونص رجع يعتذر؟ متى يعني نصل مرحلة إنه لا عندما أغضب أمسك نفسي شوية؟ أخوي علي الحين أنت تدري إن إحنا كمتسابقين صار راح في هالبرنامج الواحد ترى ممكن إنه يمر بضغوط، يمر في ذا في شيء فيتكلم أو إنه يعصب مثلاً على الأخوان، هم أخوان يصير بينهم هالحاجات. الأخوان في المنزل ليس على الشاشة الإعلامية. أنا أقول لك أنا عد 17 الآن اللي موجودين أخوياً الموجودين الآن متسابقين. يا سلام ما قلنا شيء، ما يقولنا شيء، أنا أتكلم في عندما أغضب أتحدث بحديث أندم عليه بعدين. طيب صل على النبي. فهمت الفكرة؟ هنا النقطة أن كل واحد ما تحدث أخطأ على الرجال ومشى. علي الله يحفظك. سم صل على النبي. أنا جيت هنا بخصوص موضوع اللي ذكره سعود اللي هو موضوع الدخولية. طيب تفضل. وجيت بتكلم فيه أنا الدخول العامل اللي عند الباب، الحارس اللي عند الباب، أنا جيت اليوم الحارس اللي عند الباب ما وصلني عنها علم لا أنا ولا أي وقت جيت اليوم العصر عنده. طيب والمغرب عندهم كل أمر أروح وأجيه. طيب واقف عنده. دقيقة خلك معي شباب. طيب. في الإعداد هل أغراض عبد المجيد موجودة؟ الانتاج يقول موجوده من الظهر. انا الان طالب عشان نشوف الحين على الهواء، انا ما عندي مشكله. طيب انا ابو عبد الله ما وصلني خبر. طيب ليش ما سالت يا عبد المجيد؟ من ما سالت؟ ما وصلني خبر ابو عبد الله. عبد المجيد عبد المجيد انا مو بقصه انك انت مقصر ولا اللي عبد المجيد. دقيقه حبيبي عبد المجيد اسمعني عشان نصل الى نقطه سواء. انا ما ودي، انا دائما اذا الشاشه بعيد ارفع صوتي احس انك بعيد عني. الله يا شباب بعدين قرب الصوت. ابدا عندك اخوي الكبير ابو عبد الله. لا بالعكس انت اخو عزيز وغالي. عبد المجيد هل سالت احد من الاعداد؟ في الحقيقة اليوم سؤالي واضح. اسمعني بتكلم اليوم العصر. ايه تكلمت انا واخو حسن وجسمه القرني. ايه الله الله تكلمنا في الموضوع ذا ودار حوار في الموضوع ذا، ما ذكر لي الكلام هذا. طيب ليش تفتون؟ سألته ولا ما سألته؟ انا ما سألته لكن اذا خلاص عبد المجيد معليش انت تترك يا شباب حنا في اليوم الخمسين. معليش يا عيال اليوم الخمسين، امس انت ما تدري كم خصم الخروج من المنتجة. كلكم يا شباب ما تدرون ان خصم الخروج من المنتجع بدون استئذان 2000. 2000 انت تقول لي 1000. طيب ليش كاتب لي ورقه 1000؟ ما حد قال 1000. 2000 الا فالورقه موجوده. هذه الورقه دقيقه عبد المجيد. عبد المجيد اعرض الورقه على الهواء. الورقه موجوده يا حبيبي. انا اول ما جيت انها 1000. ايش معناتها عبد المجيد؟ تدري ايش معناتها؟ انه 2000 تمام. اذا عدل في النقاط لانه الصلاه كان خصمها 500 وارتفعت الى 1000 بسبب ما شاء الله عدم ما شاء الله حرصكم. إذا كان الخروج اسمعني الله يرضى اسمعني يا عبد اسمعني عبد المجيد الخروج جابه. أنا أتكلم لك عن دخولية الله يحفظك. اسمعني يا عبد المجيد أنا أتكلم عن دخولية. اسمعني يا عبد المجيد الحين إيش لما يكون الخروج على الشاشة الخروج. اسمعني يا أخي. طيب الخروج إيش دخل أنت؟ أنا جايك عشان موضوع يا أخي. اسمعني لا 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 لما تتحدث واحدة واحدة تأخذ واحدة واحدة. لما تتحدث يقول خروج 1000 إذا قال سعود اليوم 50 ما تدرون شو خصم. حدث 2000 ليه؟ لأنه الشباب يدرون إن 2000. طيب الله يحفظك. لحظة عبد المجيد كم خصم منك؟ أبو عبد المجيد أبو عبد الله ثلاثة على واحد. دقيقة ريلاكس. اثنين على واحد ريلاكس. مو اثنين على أنا متكلم. ما احنا بحرب احنا بحرب احنا طيب انت دقيقة خلي اتكلم. انا ما جيتك هنا عشان خروجي عشان خروجي ولا طيب لا ولا 2000. انا جيت هنا نتناقش يا عبد المجيد الدخولية. ما عبد المجيد نحن نتحدث يا عبد المجيد. سم نتحدث نسولف عبد المجيد. طيب ايش دخل هذه في موضوع اثنين على ثلاثة؟ احنا حبايب من الله الرحيم. حبايب طال عمرك. انا اقول لك اعدكم اخواني الكبار والله العظيم. طيب ابو سامي زبه حبيبي دقيقه. انا ليش اخذتها واحده واحده؟ سم وانا ابين لك السبب اللي خلانا نتكلم في الخروج. كم خصم منك انت اول في اول خروج لك اللي طلع ورجع ترك الدوسري لك؟ قالوا اتوقع ان ذاك الوقت 2000. خل اذا تحدثت خلني اتكلم ارجوك ابو عبد الله. طيب تفضل طيب إيه؟ خلني اتكلم. قال هاك الوقت والله اللي شايفه بعيني اتوقع ان الساعه قالوا 1000 ريال 1000 نقطه. طيب وفوجئت طبعا ويوم طلعت انا ذاك اليوم بسبب معروف اني ليش طلعت يعني ما ولا كنت بطلع لكن طلعت على مسؤوليه شخص. طيب يوم طلعت فوجئت انها 2000.
طيب تمام. طيب حبيبي أنت قايل ألف إنك تطلع مثلا الحين مسكت معي إني أنا أطلع وضربت الباب طيب. عمدا متعمد تقول لي ألف نقطة ذكره. لا مو بألف، كيف صارت 2000؟ عبد المجيد نبه الورقة بألفين وبعطيك نسخة منها وموجودة عندكم نسخة وعرض على الشاشة نسخة زين. أنا ليش تكلمت عنها؟ ليش أعلمك ليش؟ خلنا نأخذها واحدة واحدة. أنا تكلمت عن مسألة الخروج لأنك أمس أنت بنفسك تقول إن الخروج 500 الساعة. لا الخروج بإذن، تراك إذا استأذنت وطلعت للمستشفى الساعة 500، إذا طلعت من بإذن ناصر الغامدي بإذن أبو معتز بإذن مسؤول المتسابقين الساعة 500 يخصم منك، هذا حسب اللائحة اللي موجودة ومعلقة عندكم في الغرف. أنا تكلمت لأنك البارح في اليوم 50 معقولة المتسابقين كلهم مش عارفين أن الخروج بدون إذن الساعة 2000 وبإذن 500؟ شف مو مكتوب باللائحة اليوم الخمس. أخوي أبو عبد الله جعلك في الجنة خلني أهرج. أنا بكمل كلامي بعطيك المجال وبقفل الموضوع لأني ما ودي أطول. طيب أنا بهرج خلني أبرر، لا تقفل وتخليني ما نلقى. لا لا وإذا قفلت الحديث أبو عبد الله ما سمعت وجهة نظري يا عبد المجيد يا طيب أبوي. بسمعها بس أبو عبد الله إذا بدك بتقفل الحديث لا تقطعها بوجه خلني أهرج. بسمعك بسمعك خلني أكمل. طيب أنا قلتك يا عبد المجيد اللي خلاني أذكر الخروج أنك أنت يا عبد المجيد في اليوم 50 لن تبعرف من تسأل في احتياجاتك الشخصية كدخولية عمدة، جالس مع المعد العصر وتسولف وتضحك ولا سألته عن أغراضك. يا رجل سألته ويا رجل قبل شوي تقول ما سألت يا عبد المجيد. يا رجل الناس اللي برا تدق ما حد يرد عليها يا مسلم. من اللي يدق؟ جروبات الدعم والناس اللي تبي تتواصل معنا ما يدقون يرسلون ما حد يرد. من يدق؟ ما يردون إلا بالقوة. خلني أكون واضح، إذا تبغى تكون أنت شفافية أنا أكون واضح معك. كل شفافية ما عندنا. يا رجل والله العظيم إنهم يدقون 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 وأنا بنفسي شخصيا متواصل مع المنسق حقنا اللي هو اللي أنا لو بغيت أكلم جروب الدعم ولا بغيت أكلم أحد من برا أجي عنده، والله العظيم إنهم يقولون يا الله الرد والمحادثات موجودة. حبيبي. المحادثات موجودة. عبد المجيد ليس كل اتصال وليس كل مبادرة من فريق الدعم. ما هي مبادرة يا رجل. دقيقة يا رجل. ما حد يرد. يا حبيبي ليس كل اتصال وليس كل مبادرة وليس كل اقتراح وليس كل فكرة لازم إني أرد عليها وألبيها. لا لا لا. بس اسمعني. أنت عط كل ذي حق الحق. كل ذي حق الحق. في ناس ممكن مرسل له اسمعني. ما حد رد عليه. عبد المجيد اسمعني. أنا عندي فقرات. أنا عندي متسابقين. أنا عندي رعايات. أنا عندي مقدمين. أنا عندي أشياء معينة لازم أرتبها. مو كل شيء والله عبد المجيد عنده مثلا اسقاطه عنده فكره عنده هديه عنده عنده عند مو كلها لازم البي له طبيعي مثلا عبد المجيد الاسبوع هذا عنده هديه الاسبوع الجاي مثلا عنده فلان اسقاطه الاسبوع اللي بعده نواف عنده مثلا جيت ابو الاسبوع اللي بعده سعود عنده مدري وش ففي عندك 13 متسابق غيرك لازم يلبى رغباتهم مثل ما تلبى رغباتك انت ساعات البث اللي عندك الرياليتي غير الفقرات محدوده فما اقدر اخلي كل الرياليتي هدايا وبالونات كيكات. أبو يا علي أنت كلامك صحيح ولكن لابد أن يكون فيه تواصل جيد أقل شيء ما بقول لك ممتاز تواصل جيد مع جروبات الدعم أن الواحد المسؤول يكون متواصل معهم جيدا عشان أنا أعطي كل واحد كل ذي حق حقه طيب أني أكون أنصف المتسابقين أما أني أنا مثلا طال عمرك أرد على 2 و5 أرد عليهم بعد ليه سبوع. ليه هل يرد على ناس معينين وناس لا 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 ما يرد مو كذا أنا ما أقول لك كذا لكن في ناس يرد عليهم وفي ناس يمكن ما يدري الى ان يجي هو ويطلب عبد المجيد الى ان يجي هو ويطلب ما احب الطريقه انا 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 اسمع الى ان يجي هو ويطلب المتسابق يقول عقلي انا بشوف لا عبد المجيد حبيبي شوف سم. انت يا عبد المجيد يا حبيب قلبي اغراضك موجوده ليش ما سالت هذه مع علي جيب اللونك على جيب على علي هذه اغراضكم موجوده من الصباح الله شماغ الله عليك يا ابو عبد الله ابو عبد الله انا العصر واقف عند الباب يا ابو عبد الله هناك عنده ما طراها لي ما سالته ما طراها لي يا ابو عبد الله انا كنت عنده ما سألت. انا كنت عنده واقف معد. ومع المعد واقف وقاعد اتكلم واعطي ما حد تكلمني دخل حارس ما حد بين لي لا تسال حارس يوم 50 لا انت ولا المعد عبد المجيد انا كيف ادري عبد المجيد تسال حارس وش دخل حارس يا رجل كنت اتكلم معك كنت اتكلم معه انا في الدخوليه روح للشباب انا كنت اتكلم معه في الدخوليه طيب على اساس اني بكره بسوي وبفعل هذه اغراض ورا ما طرها لي طيب من انا وش دخلني انا ماني مهتم مع مسؤوليتك اذا انت مهتم عبد المجيد يا رجل واحد يناديني يقول تعال في هديه وصلت تعال طيب اليوم مناديني عشان هديه وصلت انا ما يدخل فيك طيب يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي اسمعني ارجوك الاغراض لك يا عبد المجيد ابي اتكلم تسمح لي تفضل خليك تكمل دقيقه عبد المجيد ايوه يا اخي الاغراض له هو ما سال عنه والله عبد المجيد طارد باغراضك عبد المجيد يا حبيبي ابن نواف يا عيني طيب كلمه واحده وبسكت والله سم كلمه واحده وبسكت ينادوني على هديه اني اجي واشوفها
ولا ينادوني على على مثلا اغراض حق الدخوليه. هل هذا يعقل عبد المجيد؟ مو معقول عبد المجيد ان في هديه وصلت تعاشفها وعندك اغراض حقت دخوليتك ما يناديك عليها؟ هذه ما تدخل العقل. العاقل بما يعقل. عبد المجيد حبيبي اسلم، عطتك فرصه انك تتكلم، بس أبداً. اسمعني بس هذه كم كلمه واسمعها وباك تركز فيها زين تكفى. ابد دائما نقول لا تقرب الصفحه لان تقرا السطر الاخير. ممتاز. والمشكله هي لك انت، دخوليتك لك انت، مو لدخوليه لاي احد. انت راح تسال فريق الاعداد والانتاج قال اغراض وصلت ولا لا، ما تروح تسال الحارس. احنا ما ندخل بالحارس، الحارس مو مسؤول، الحارس مسؤول فقط لتنظيم الدخول والخروج فقط لا غير. هذا اولا. الشيء الثاني، ما تتحدثون تتكلمون عن مشكله وانتم عصم وعارفين وش المشكله. اليوم تكلمتوا انه في تاخير بالاغراض وتفاجئنا. انا ما كنت ادري، تفاجات الاغراض كانت موجوده من الظهر. دائما اقول لا تتكلم بالمشكله انت عارفها، وبعدين تجيني بعد دقيقتين تقول انا اسف، انا ما ادري ايش، انا ما ادري ايش. المشكله انك تستعطفون جماهيركم وانتم اصلا مو عارفين ايش المشكله. ما احنا بنستعطف احد يا نواف. يا عبد المجيد خليني اكمل كلامي يا حبيبي. الله يحفظك. ما احنا بنستعطف احد. انا اليوم اني اخطيت، خليني اكمل كلامي. انا اليوم اني اخطيت على احد اجي واعتذر له هو جدوي. لا عبد المجيد انا ما استعطف احد ولا 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 اسمع لك تقول كذا يا نواف. خليني اكمل كلامي. انا ما استعطف احد. اكمل كلامي. طيب انا اذا اخطيت في شيء اجي واواجه، ولو اني مخطئ اقول انا مخطئ. يا حبيبي تراني قلت الكلمه الفلانيه. عبد المجيد جيت خلني اكمل كلامي وبعطيك فرصه. اي بس تتكلم. لا تقول لي انت تستعطف. الكلام اللي يدل على هذا يدل انه في استعطاف، انك لا لا لا, لا 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 انا اخطيت يا اخي. خلني اكمل كلامي يا عبد المجيد. الرجال العذر الرجال اللي يخطي. عبد المجيد اكمل كلامي. لا عبد المجيد اكمل كلامي. تكلم. انا قاعد اقول لكم قاعد ترمون التهم على فريق الاعداد وعلى المدير نفسه، وهذه الاغراض موجوده. اسألوا. طيب اسألوا شوفوا من المسؤول. يا حبيبي تناديني على هدية تعال خذها، وما تناديني على أغراض أني أنا عندي أغراض جايتني عقب دخولية. ليش مشكلة الشباب اليوم؟ ليش مشكلة الشباب؟ نادونا وانتم مسؤولين عن صحون من النوم. خلاص تو تاكلون. لا لا بيك تعال جيت عبد المجيد ابيك. خلنا نتكلم. لا لا بقفل مع عبد المجيد. خلي بسمع منك. خلنا نقفل. يلا تفضل عبد المجيد. لبيه حبيبي. الاعداد عندهم ألف شغلة وشغلة، تنظيم فقرات، إعداد فقرات. أنت عندك دخولية. صحيح. بإمكانك إذا أنت طلبت أغراض تروح تسأل المعد وصلت أغراضي ولا لا، نقطة آخر السطر. طيب أبو عبد الله. بس الموضوع بسيط. وأتمنى لك دخولية فخمة. تمام. وأتمنى لك توفيق. أبو عبد الله والله أني أقدر شغل الإعداد وأقوله. حتى ممكن اليوم في فقرة المذاق قلته، قلت ناس تشتغل وناس. طيب قاعدين يشتغلون ليل نهار. بالعكس موضوع بسيط جدا. أي موضوع بسيط. أنا مقدر والله العظيم مقدر جهودهم وجهود جبارة جدا ويشكرون عليها. طيب ما قلت فيهم شيء، بس أنا أقول لك أنت معقولة يعني أن في أحد يناديني على هدية تعال استقبلها؟ إيه عادي, عادي 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 على أغراض دخولية. عادي عادي لأن الهدية ممكن تخرب. الهدية أنت ما تدري عنها. صحيح. لكن الدخولية أنت مسؤول عنها. صح. إذا أنت أنا مهتم مسؤول عنها. بس أنا ما عندي خبر. لا تسأل. لا لا تسأل عنها. تسأل عنها. بس عشان ما نطول. شكرا عبد المجيد الله يعطيك العافية. على إيش كنت بتقول يا أخي؟ تدري شو إشكالية؟ تمام. إنه الهدية تنادوني ما تنادوني على مفروض إنه حنا النادي والنومة ونكلة ونشربه ونصحي ونسوي مبادرة عنه ونعطيها أفكار ونوديه ونجيبه ومفروض ان احنا ندخل ريالتي عنه اذا هو تعب، ومفروض انه في احتياط متسابقين يدخلون بديل اذا هو يبغى يروح زلامسي ولا النمسا ولا برلين ثم يرجع بعد. ما هو بكذا يا اخي. عندك دخوليه لك اسبوع ما سويت شيء، عندك دخوليه مفروض محترق من الساعه 9 الصباح تقوم تشوف وينها. وش الموضوع هذا يا اخي؟ هنا الموضوع يعني معليش بالاول الاخير تنادين عشان هذه ما تنادي. إيه ما بناديك انا مثلا لو انا من نفسي ما ابغى اناديك. تبغى اغراضك تعال. انا 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 لو مكان معد بيض الله وجهك انك ما نديته. لا لا كان بينا. لا والله مو بستخسر يا اخو. لا لا ما لا لا انا انا مع المعد. ليه ما نناديك؟ تبي تيجي حياك الله. اغراضك عندي صح. انت هم عندهم ملابس ما راح يشترونها. انت تدري ان عندك دخوليه اليوم ما راح يشتري ملابس. تدري انك انت العمده، وانت تدري كل الارض كل مجره درب التبان تدري ان عبد المجيد في الرياض ماسك العمده. بقول لك ما ادري ماسك العمده. الملابس ما راح يشترونها بينما الاغراض الاعداد اشتروها. طب اقول لك كان في مفروض يروح يشتري ملابس وعمدوهم قالوا روح اشتروها مع السواق. ما راح. يعني في ملابس ثانيه ما راح. كان مفروض هو المفروض يروح يبغى ما ادري هل يبغى المعد ياخذ مقاسه ويروح يشتري له. يعني مفروض انه طيب. كان في ملابس زياده بالضبط وعمدوهم يا. الاعداد انهم يروحوا يشتروا. إيه؟ ولا راحوا اشتروا راح. بس جابوا لهم هذه الاعداد والاغراض اللي عمدوا فيها ما راحوا شروها. ما راحوا شروها. مفروض ان احنا نصحي من النوم ونروح نشتري ناخذ ونجيب لك كوفي تمام ونمسجه تمام ويجي واحد يقصص اظافيره وشيله على كوف الراحه وريش النعام يحطه في السياره.
يا رجل لا لا هي نقطة بس لازم توضح، لا حد يرمي التهم طيب على فريق الإعداد وفريق الخارج إنه ما عنده مايكات يطلعون يتكلموا وكل شيء. لا كذاب، لا لا أنا عطيتك يا أخي برضو لهم لسان يتكلموا، بس برضو لنا الحق إنه ندافع عن فريق الإعداد، كلهم على بعد خطوة من جميع المتسابقين. المشكلة هي لك أنت، رح أبحث عن المشكلة يا عبد المجيد، رح أبحث عن المشكلة وإيش السبب تأخير، ما تروح عند الحارس اللي برا ما له أي دخل. اليوم 50 ما أقول الشباب ما فهموا، هم يعرفون هم يعرفون بس مساكين حطوه يعني في الإعداد. أي مشكلة تصير أنا لما أخي المشكلة أنا أبغى أجهز لوكيشن رادار قبل حلقة بساعة، أروح لمين؟ أروح لمين؟ أروح للحارس حق الباب. أروح للحارس الباب صح؟ أروح الأباضة صح، وأباضة هو اللي عمد الحارس. يا سلام، ما هو أنا اللي عمد الحارس، يعني حتى لو أباضة حتى لو أتكلم مع الحارس وقول الحارس وش تبغى؟ وش دخلك؟ مالك أمر علي أصلا، حديثك مع المخرج، المخرج يوجهني أنا. شفت كيف التسلسل الإداري؟ لا ترمي المشكلة. لكن الشباب وشو دام هذا يا عم؟ طيب لا ترمي علي المشكلة. أنا أبغى وليد في الكونفش الروم، يا ليت يشرفنا وليد الزهراني في الكونفش الروم، أحتاجه. ملاحظة بس عبد المجيد، تراك عمدة بس مو معناته إنك تدخل جوا الإعداد والكنترول، في حرم الكنترول اللي هو المنطقة الخارجية اللي هي السيب اللي في الوسط، لكنك تدخل جوا ترى فيها خصومات، وهذا تنبيه لعبد المجيد لأن اليوم دخل مرتين، فأتمنى أنهم ما خصموا، أتمنى وأنا ما أدري والله، لكن الأمنيات أنهم ما خصموا. طيب قرارات اللي أمس في المحاكمة، قرارات قوية جدا من تركي الدوسري. أول قرار كان دخول عمر البرايم بسبب خروجه بدون إذن يا نواف، نبي نعطيك القرارات كلها. انا شايف القرارات، ازاله الصور، خلينا نقول ازاله الصور، الميداليات رحل مهند، الميداليات رحلت، اسقاط العقوبات عن مهند والمراكان، وغياب الفقرات زودوها الى 500. انا تمنيت انه اوكي قرارات شيء بيضل وجهه تركي على قرارات، كانت قرارات قويه وصارمه فعلا. تمنيت انه بدل القرار القوي في يعني شيل الصور، تمنيت انه يكملون على قرارهم، انه الجميع مثل كانت قرارات صار منها تبقى قرارات مهند الفيصل، وكان معاه ركان لما خاب ظني، اللي المفروض انه حتى نفس الشيء ترحلت قرارات كامله. شوف شوف عشان احسان الظن وسوء الظن، انا اقدر شوف عشان المساله دي بس انا اقدر بس بعلق تعليق بسيط، انا اقدر اقول ان الاداره جاملت عمر بن هذال، اذا باخذ وجهه نظرين يعني، انا الاداره جامل عمر بن هذال ودخله برايم صراحه، المفروض طبقوا اللائحه وهو غاب 5 ساعات المفروض يخصمون 2000 على كل ساعة يعني 10,000، وبالتالي أنا أضمن عمر 5 برايمات جاية بيدخل فيها كلها لأن 10,000 خصم. وأيضا من الطرف الثاني أقدر أقول أن عمر ظلم بدخوله البرايم، شفتوا الموضوع كيف؟ والله الموضوع مو بلدرجة أن هذا ظلم، لأن كل واحد يقدر يتحكم بأهوائه وعلى مزاجه، اقدر افسر هذا وافسر هذا والمفروض والمفترض، لا لا هذه قرارات بعدين معليش بعدين هذه قرارات تركي، نختلف نتفق مع تركي نهائيا، هذه قراره يعني بقول الاخير، هل في قرار احنا قلناه هنا في الرادار وراح تركي والله والله راجع صادقين الرادار؟ هو السلطه العليا في البرنامج تمام، وهو اللي يتحدث، هو اللي يتكلم، وهو اللي يقرر في كل شيء، فاي حديث يتحدث به انتهى ستوب، ما في اي شيء بعده، اذا هو قرر خلاص هو اللي يقرر، هو اللي يشيل، هو اللي يحط، هو اللي يسوي، يعني بالأول الأخير إلى متى؟ وأنت عارف إنه من ضمن البنود اللي هنا اللي هو الحديث أتوقع على في ناس واجد القمة هذا الأسبوع ما دروا دقيقة اللي هو الحديث على الفقرات والمقدمين، نعم الحديث على الفقرات والمقدمين، وهو من ضمن هو العمدة حق المقدمين والله العظيم، يعني خط خط إيه خط مو بأحمر فسفوري، يعني تركي هو رأس الهرم في الموضوع، الشخصيه اللي يضع الخصم وشيل الخصم في البرنامج، فلما تجي تقول والله الاداره ترى تركي على راس الهرم، الاداره عندك مشكله هنا الاشكاليه، معليش تسطيح الامور هذه بهالشكليه في كل موضوع ما هو طبيعي، ما هو طبيعي. عشان اعلمك انه اغرب نسخه في العالم، احنا الان بنخش في رابع برايم او ثالث برايم او خامس برايم، وكل برايم كل ما طلعنا واحد قال انا مستهدف من جوا، انا مستهدف. انا امس كانوا يقولون طبق اللائحه، لو طبقت اللائحه امس على عمر انا اتوقع الخصم كم ساعه غاب يا شباب في الاعداد، يعني تعلموني 6 ساعات ولا كم غياب عمر امس خروجه، لو طبقوا اللائحه الساعه ب 2000 يا رجال، لو طبقنا اللائحه، لو طبقنا اللائحه غير المسابقين كلهم ماينس كلهم والله غيرناهم استبعاد كلهم 20 ثانيين مو اللي صار اليوم، ما هو طبيعي مع عبد الله والله العظيم، اني استحي اعيد المقطع اقسم بالله، اني اتابع والله اني اقدم بسرعه، ما ابغى اشوف شيء صراحه، احزن على اللي صار لانه الحميه ولا ما هو يا اخي عيب يا اخي، الرجل اللي امامك رجل خلوق مؤدب يعني والله العظيم،
سم لا تحطها في ذمتك يعني على خفيف. طيب اقول لك شيء يعني بالاخير يعني ابو عبد الله والله مو النوعيه ولا هو من النوع اللي والله بدور شو ولا لو بدور شو كان شفت ردت لو بدور شو ما اسقطت ميداليات تمام وما اسقطت العقوبه حقت راكان وخليت العقوبه عليه طلعت برايم بعدين طلعت برايم ثم الغيته لو ابغى الشو لو ابغى الشو سويت اكثر من كذا ما هو كذا لا لو يبغى الشو ابو عبد الله كان شفت ردت فعل وقت لو ابغى الشو ما خليت متسابقي يتهاوش معي انا ولدي يدرس الان اولى جامعه يا ابو عبد الله صحيح عمره 53 بعد الهجره يعني سلامات انا شايب لا قدره موجود ابو عبد الله ومحفوظ وما حدث اليوم ما حدث اليوم اعتذار رسمي وصريح ولا بد ما ادري انا مستحي ان اتكلم والله. طيب بس نقطه اخيره اللي هي انا تمنيت انه من احد اسباب اللي زادت المشاكل برضو انه الغاء البرايمات الكثيره يعني اتمنى ابو عبد الله انك عرفت ليش نطالبك كثير نقول لك ابو عبد الله ما له دخل ابو عبد الله عدتها واعيدها الان واعيدها واكررها طيب. ابو سلطان المتحدث أوكي. ابو سلطان ابو عبد الله ابو محمد الشخص المسؤول يعني بالاول الاخير عندك اعتراض على شيء الله يهينك ارفع إيه؟ سماعتك على ابو سلطان لا تبغى تكلم ابو سلطان يعني حد ابو عبد الله عقصه ها حد ابو عبد الله عقصه بالاول الاخير هو المتحدث الاول الاخير اوكي يعني ابو سلطان يعني ان كان ابو عبد الله تمنيت انا اقول لك يا تمنيت انه ما يلغى البرايم توجه الكلمه لمن ايش للمحاكمه وجه لابو عامر هو اللي قرر انتم كل شيء الاداره معلش الاداره مو بجدار قصير يا شباب بعد والله انا اشوف كل شيء راح احد الاسباب كثره الغاء البرايمات الاستهتار اللي صاير الاستهتار من ما ادري من المحاكمه لا لا انا انت فهمت غلط من المتسابقين لا يمكن ما دخلت المخط عموما معنا وليد بخش الروم وليد حياك يا ابو عبد الله يلا حياك يا هلا وسهلا حياك الله الله يسعدك طيب يا وليد هل انت محابة من ضمن الاعداد والله اللي بيحابيني مرحبا الف بحابيه واللي ما بيحابيني ما بواجهه ولا بقابله اللي قصدك في الاعداد ولا من بكل الناس يعني في حصلت محابة عادي حصلت ولا ما حصلت لا حصلت تعاون وعادي مسابقه هل أنت تحس ان الاداره ميزينك عن باقي زملائك اي صح وليد الزهراني انولد هنا في المنتجع هذا عشان كذا قاعدين يحبون وليد الزهراني طيب اخر سؤال اسالك وبحولك للشباب هل لا زال 1+1+1 يساوي 2 بعد احداث اليوم باخلاق وليد الزهراني 1+1+1 يساوي 1 1 امس كانت 2 لا زياد وصل معلومة غلط 1+1+1 يعني ما طلع الآلة الحاسبة طيب لا يا أخي 1+1+1=3 يا أخي ما أنا ما أعرف رياضيات خلنا نشوف المقطع خلنا نشوف في قاموس أبو زهرة طيب خلنا نشوف قاموس أبو زهرة في ثغورس إيش سوى الضعيف في ثغورس وحط خلنا نشوف إيش صار أعطونا المقطع يا شباب ونرجع الوليد قلوب شخص بدأ شخص نفذ شخص أصلح إذا 1+1+1 يساوي 3 ولا 1+1+1 يساوي 1 1+1+1 يساوي وليد ومهند ان شاء الله اذا 1+1+1 يساوي 2 وليد ومهند اجابه كرقم كرقم 1 وكاسماء وليد ومهند لانهم هم الاثنين 1 كنت اتمنى في المقطع لكن تم تحميله ما ادري ايش الاسباب اللي خلتها تحذف المقطع لكن في النهايه تقول انت 1+1+1 يساوي 2 1+1+1 يساوي 1 أو بالأصح 1+1+1 يساوي وليد ومهند مكابر؟ طيب أنت قلت 1+1+1 يساوي وليد ومهند هل لا زالت الحسبة نفسها ولا زادت أسماء جديدة؟ لا إن شاء الله 1+1+1 يساوي متسابقين كاريزما بحول الله وقوته وش اللي تغير؟ عادي نقاش بسيط فضفضة إيه أقصد وش اللي تغير؟ في إيش؟ إيش اللي تغير بين البارح واليوم؟ أمس كان إجابة واليوم إجابة ثانية إجابتي نفسها وليد ومهند وليد طيب. مهند هم أعضاء من ضمن مجموعة كاريزما كاملة طيب هل أنت كذبت في سالفة أبو مهند وأنك لا. نسبت الفضل لنفسك وأني أنا اللي جايبه لك وهذه مبادرة مني لا هو قلت على الهواء دام الوضع شفافية اليوم شفافية وكتاب مفتوح إيه عادي قلها أنا جاني أبو معتز أمس إيه وقال لي نسقين نبغى ننسق مع أبو مهند قلت أنا ما أبغى أنسب الفضل لي أبو معتز وأبو معتز حي يرزق تقدر تسأل الآن قلت شيء ما سويته أنا يا وليد الزهراني ما أبغى أنسبه لوليد الزهراني رجاءً 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 امنعني من الشيء هذا قال لي أبو معتز تكفى من باب الإصلاح ومن باب أبو معتز يعرفون العيال كلهم فضل أبو معتز علينا كلنا أبو معتز ما شاء الله تبارك الله يحاول يوقف مع أي واحد هو ما يعرف اسمه حتى قال لي من باب الإصلاح
أبى أدخل اسمك. قلت أنا أرفض قطعيا هذا الشيء، شيء ما ينسب لي أنا ما أبغاه. تقبل وجهة النظر هذه ووافق عليها. اليوم الثاني لما جاء اليوم الثاني قدم لي مهند كيكة، أنا انحرشت صراحة، أبغى أرد الجميل لمهند قد ما أقدر. جاني أبو معتز بعد ما قدم لي الكيكة، مهند قال لي باقي على وجهة نظر، قلت أنا على وجهة نظري، قال أباك تقدم هدية لمهند كرد اعتبار فقط لا أقل ولا أكثر. مزحتها في وجهي وتقديرا لأبو معتز قلت أبشر على خشبي، ولكن بما أنه كتاب مفتوح أنا أعطيك العلم من وإلى، وأنا ماني جبان، أنا قلت لك أقول كل شيء بصراحة تامة. طيب أنت طلعت ونسبت لنفسك، قلت أنا اللي جايبه. تقديرا لأبو معتز لأنه هو اللي قال يقول الكلام هذا، هذا الرجل حي يرزق تقدر تسأله. يعني مو بنت اللي جبته؟ أنا رافض فكرة أنه ينسب الشيء هذا لي، وأنت لو تلاحظ المقطع أصلا ذكرتها مرة واحدة حتى على استحياء عشان أبو معتز لا يزعل علي. كررت اسم أبو معتز أكثر من مرة، لأن أبو معتز له الفضل الكبير في قدوم والد أبو مهند وفي أشياء كثيرة فوق البث وتحت البث. هل شو اسمه كذبت من أجل الإصلاح؟ يا ذا النبي صلى الله عليه وسلم سامح الكذب في الإصلاح. طيب أنت رددت باسم أبو معتز كثير، يعني هل بالفعل أنت عندك حظوة عند أبو معتز؟ يا أخي أنا أتمنى عندي حظوة، يا أخي إذا أنا عندي حظوة عند أبو معتز هذا والله شرفه وسام على صدري. يا أخي أسأل أي واحد متسابق أنا أبو معتز، شوف إيش يقول لك أنا أبو معتز. طيب وش سبب سوء الفهم اللي صار اليوم يا وليد؟ إيش سبب سوء الفهم ولماذا ذكر وليد بذاته؟ وح شوف أقول لك شيء يا أبو معتز، خلنا عشان نكون واضحين. أنا أبو عبد الله ترى. يا أبو عبد الله، أبو معتز خذ قلبي. والله. شكلك زعلان علي من بداية المحاضرة، كانت لا. متداولة ومزحنا معك. لا 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 لا, لا, لا ولا خلي جاوب خلي جاوب. ولا أطلق شنب يقول كلمة هذه ما أرضاها. طيب خلاص. أنا أحبك وأقدرك وأعتز فيك يشهد الله، لكن الكلمة هذه أنا استغربت إذا قلتها لأنها ما طيب. تقال رجال. اعتذرت منك يا وليد، وأنا شجاع جدا وأعتذر إذا في خاطرك شيء وأنا أخوك. لا ما في خاطر شيء. أمتلك الشجاعة جد. لا أمتلك الشجاعة إني إذا كانت الكلمة، أنا ما أحب أضيق صدرك صراحة. لا 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 إذا الكلمة أساءت لك أنا أسحبها، لكن الكلمة هذه أصلاً تكررت لأكثر من متسابق، فهمت؟ يعني هي متداولة عشان كذا إحنا ذكرناها يا وليد. تداولها مع المتسابقين الثاني، لا تداولها مع أبو زهر هذا الشيء. إحنا نقلناه بصوت المتسابقين. لا 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 المتسابق يغرد لحاله، ما لي دخل. أبو زهر أنا ما طيب. أصنف أنه وش يكون السبب يا وليد؟ عشان ما نطول، إيش السبب اللي صار اليوم وليش أقحم اسم وليد فقط؟ وشوف الشيء اللي صار اليوم وصار من 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 كاريزما واحد إلى يومك هذا هو فضفضة ونقاش لا أقل ولا أكثر. طبيعي. ابتعد كل البعد أنت ومئات الألوف من الناس اللي تتابعنا عن أن الرجال زل على الرجال. ما في أحد هنا يتجرأ أنه يزل على أحد إطلاقا. حنا جايين من روس قوم، كل واحد جاي يشرف قبيلته، فاهمني؟ فإطلاقا أنا ما أقدر أزل على أبو هذال، وأبو هذال ما يقدر يزل علي. حنا لنا كرامتنا في البرنامج، كل شيء يدار فوق البث وتحت البث اعتبره نقاش وفق حدود معينة. ما في أحد إطلاقاً يقدر يتجرأ أنه يزل على شخص آخر، وإذا زل بتكون عواقب وخيبة للشخص اللي يزل. فأبو هذال اللي قاعد يقول أبو هذال اليوم تكلم بشكل أوسع عن الإعداد، يعني فهمت قصده، ذكر اسمي أكثر من مرة من باب نقاش وفضفضة لا أقل ولا أكثر. أبو هذال ليش ما ذكر أسماء ثانية؟ ما أدري، يمكن ما تذكر إلا اسمي وما وليد تذكر إلا الأشياء اللي سويتها أنا وليد. من باب النقاش والفضفضة خذينا وعطينا في الشيء هذا، إن شاء الله أنها انتهى بسلام بحول الله. وليد أسلم، أنت ذكرت أنه معتز يقف مع أي شخص حتى لو ما يعرف اسمه، يعني هل تعتقد أنه في ناس متسابقين ما معروف اسمائهم؟ ما قلت لك يقف مع أي شخص حتى لو ما يعرف اسمه، ممكن يقف مع خارج البرنامج، ما هو بس في البرنامج. لن طيب أبو معتز يعلمك. لا نتكلم طيب كأعداد هنا، يعني تقصد متسابق معين. طيب أبو معتز في البرنامج يوضح لك إيش أبو معتز برا البرنامج. أنا سؤالي واضح، هل هذه إسقاط على زملائك أنه في ناس ما معروف اسمائهم؟ أسأل أبو معتز إذا يعرف اسمائهم. ما أدري، أنا أسألك أنت اللي تكلمت مو معتز. لا أنا أعرف اسمائهم. أنا ماني جراح قلب أروح أفتح أشوف الطيبة وين والحقنة. أنا وليد الزهراني مالي أبو معتز الله يرضى لي عليك. أيوة أنت حدثت أنه أنا أقول لك أن الرجل يقف مع ناس ما يعرف اسمائهم. قلت حتى ولو ما يعرف اسمه، ما حتى ولو ما يعرف اسمه، يعني مثلا مو عارف اسم فهد الشهري او مهند او الشباب اللي هنا. ناس متسابقين علي الغامدي الله يرضى عليك، انت تعرف المقاييس. ناس ومتسابقين اكيد انه اقرب واحد لهم ابو معتز. حلو. طيب اقول لك شيء، اقول لك حاجه سعود ووليد يسمعني. انا قد تكلمت عنها من قبل، مو ذنب وليد انه يتحرك ويبحث عن مصلحته انه فريق الاعداد يحبه او فريق او انه الفقره انه يحبون وليد. ما دخل احبه خلنا نكمل. الله يرضى عليك فهمني خلنا نكمل نقطتي يا علي. انت ما خلتني اكمل نقطتي. ما بتكمل يا اخوي،
امزح تفضل. ايش فيك؟ خليني اكمل نقطتي. مو ذنب وليد انه مو ذنب وليد انه يبحث. ما له ذنب يا نواف يا خلاص تفضل. انا ما اقصدك يا علي يا حبيبي. الله يرحمك. تكلم كلمة نقطة اني ابغى اقول لك اصلا انا ما ناوي اتكلم. انا ابغى اتكلم عن النقطة هذه قبل ما تتكلم انت يا علي، يعني ما اقصدك بالكلام ابدا. حلو. كيف حالك وليد؟ ولا اقصد سؤالك. مو ذنب وليد انه يبحث عن عن مصدر خربت ال اسلم. تفضل تفضل. لا اله الا الله. مو ذنب وليد انه يبحث عن مصلحته انه يروح عند فريق الاعداد، يروح عند فريق الاخراج يسال، يروح عند اخوياه وزملائه، هذا حق له. افتح الصوت عند الشباب. فمو ان الجميع يحابون وليد، مو زملاء فهات فيصل اسماعيل وخالد يحبون وليد، لا، وليد اللي راح يبحث عن روح نفسه قول له الصوت مو بشغال يبحث عن الشيء اللي بيقدمه. من حق وليد انه يشيل سواه صح. تعرض تهميش كذا مبادره تكلمنا عنها. ما علينا وليد. من التهميش انا اقول لك يعني بالصوره يعني الصورة انا قلت انه موضوع ما هو محاباه. اعطونا صوت وليد هنا يا شباب. صوت اعطونا الصوت عندنا والصوت عند الشباب. انت ما خليتني اكمل النقطه ولا قلت ولا نبغى الصوت يا شباب. خلاص اوكي عشان راح. نسمع وليد. اهم شيء وليد فهم النقطه اللي وليد تسمعنا هز براسك قل ايه. وليد اسمعنا بس الصوت هنا عندنا غير واضح يا شباب. صوت وليد مو واضح. وليد ابغى اتكلم بس في نقطه معينه. موضوع مو موضوع محاباة تمام. بس خلينا نخلص مع وليد بعدين نقفل. ايوه نقطة. ايوه لو هو موضوع محاباة تمام كان اهم مبادرة عند وليد ممكن اللي ممكن العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي وما قدمت بالشكل. جالس طارد وراها كم صح. اسمعني الله يرضى عليك. انا بس مو مقصد لك التوصيل يا شباب. انتم الولد معنا خلينا نودع بعدين. دقيقة يا شباب صلوا على محمد. خلينا يسمعنا حديثنا. يسمع حديث الموضوع. انا ابغى يسمعني هو بنفسه. الموضوع ليس موضوع حبني وحبك. احنا هنا ما احنا بعايشين قصص رومانسيه. انا هنا عندي بزنس واحد زائد واحد يساوي اثنين. ما ابغى الثلاثه حقت وليد. بالعكس انا اتكلم هنا الموضوع. انا نواف يخدمني في فقره الرادار. نواف ما يخدمني في فقره المعيدي. خلاص. المعيدي يخدمني في فقره النمونيه. ما يخدمني في فقره هنا في فهمت الفكره. انا فاهم. فهنا المتسابق لما يخدمني في الفقره الفلانيه يخدمني هنا ما يخدمني هنا. علي خلاص شباب يعطيكم العافيه. وليد تسمعنا يا وليد؟ شباب رفع الصوت هنا. والله ما اسمع الصوت. وليد سبيكر طافي عندك. المايك عندك شغال ولا طافي؟ لا شغال بس ما عندنا سبيكر طافي. السبيكر طافي هنا يا شباب. مايك طافي عندك يا وليد. البطاريه شكلها بطاريه. تكلم يا وليد. طفى مايك وليد. عموما خلونا نرجع لوليد لاني محتاج اكلمه في الاخير. طيب يا شباب انا اشكر صراحه المتسابقين لان هذا المتفاعلين. المتفاعلين فقط اذكر اسمائهم. ما ودي والله اخاف انسى احد صراحه. لا لان الشباب صراحه رتمهم عالي اليوم وامس. بيض الله وجيهكم. تشوفونا الحين الله يعطيكم العافيه. استمروا البرنامج سيرتفع رتمه مره ثانيه. ما حدث اليوم لا يعني نهايه المطاف انما هي خلينا نقول منعطف باذن الله نصعد معه الخطا. الخطا الله يوفقك. اخبطني يا ناصر الله يهديك. الله يعطيك العافيه. هو منعطف سنصعد به باذن الله تعالى. البرنامج مستمر بكم. برنامج قوي بكم باذن الله تعالى. لا يعني اليوم اننا انتهينا او الخلافات توقفنا بل سنستمر باذن الله تعالى. نواف ان شاء الله بدايه الانطلاقه اليوم باذن الله يا رب. هذه عشر مره كنا نقول بدايه الانطلاقه بدايه الانطلاقه لكن ان شاء الله اليوم تكون بدايه الانطلاقه. وان شاء الله باذن الله ان تكون القلوب صافيه بعد ما صار اليوم. اول شيء الله يعطيكم العافيه ان شاء الله يا رب. وبسم الله عليكم. بسم الله عليكم. مو على ثوبكم. بسم الله عليكم مره ثانيه. بسم الله عليكم. ارشك انت وجهك لا يجيهم شيء. بسم الله عليهم. خلينا نشوف تجديد الانطلاق باذن الله. تجديد. بسم الله عليكم. عز الله. بكره هوشه جديده دام هذا اللي قرا. بالمناسبه بس عشان نسمي الامور وليد ها عيننا هذه وعمر عيننا هذه كلهم عينين في رأس عندنا كلهم غالين. صدقوني ما حدث اليوم ليس إلا فضفضة. عمر نجم اليوم لا يعني أن عمر كان يبغى يصفي حساباته ويسقط أحد. لا وجهة نظر ربما ما اكتملت عنده الصورة مثل ما قلنا في البداية وحكم حكم خاطئ. فالأخير والله أنهم أخوان. أنا ودي ترجعون وليد بس أسأله سؤال أخير. وليد جاهز يا شباب؟ وليد معي؟ السلام حبيبي. وليد هل ما حدث اليوم هو على قولتهم شوي من اللي خلف الكواليس؟ يعني خلف الكواليس في شيل وحط ولا لا؟ يا اخي الناس تتابع والناس قالبه فوق تحت يا اخي. يا ابو عبد الله خلف الكواليس انت تتكلم عن ايش؟ انت تتكلم الحين نخلص البث الساعه 3 يعني. طيب. واحد ما يدري ينام ما يدري يفطر ما يدري. طيب انا بالنسبه لي يا وليد انا ما لحق العمر بعد البث. طيب قلوبكم على بعض يا اخي. ان شاء الله اذا هي بعيده ان شاء الله يجمعها. لا قلوبكم على بعض يا وليد. يا اخي ايش دراني انا اروح اسال قلوب خلق الله؟ انا اسالني عن قلبي انا. متنرفز يا وليد مره. متنرفز واللي نرفزني بدايتك الغير موفقه والله يا ابو عبد الله. طيب اعتذرنا منك يا وليد. اجيك الحين في الكونفشن روم. اجيك يا وليد ابو عبد الله. اجيك ابو زهره.
لا تجيني، جعل والدك في الجنة. الا لا والله ما تجيني. ترى والله كلكم انتم عارفين جميعا بدون ذكر اسماء، كلكم مهند هنا وفهد جميعا صراحة. انت يا فهد، فهد عشان فهد هنا، وليد انا ما كنت انقل صورة، انا هذا شيء متداول هنا، نقلت لك وزعلت يا اخي. الصاحي والمجنون يكتب. انتم يا اخي نواف التميمي وعلي الغامدي يقولون لا تنقلون التغريدات من تويتر. طيب هي مو تغريدات، هي شيء هنا في المنتجع. ايش هي في المنتجع هنا يا وليد؟ احد يقولها لي، ايه اللي الرجال يطلع يقولها. طيب وليد انت الان وش في قلبك؟ انا ما في قلبي الا كل خير ان شاء الله، ان الله يعدي الايام الجايه على خير، 38 يوم على خير. ليش تتوقع فيها احداث اكثر؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم اني ما اتمنى الا كل شيء طيب يصير في البرنامج. كم استاجرت سياره اسعاف؟ والله العظيم انها جتني من اخوي اللي عاطل اللي مطفر، ورب الكعبه انها مطفر وحالته حاله. كم؟ والله ما ادري بس الساعه اتوقع 300. حلو 300. طيب وليد يعطيك العافيه. وهل انت مع الاصلاح ولا مع ان كل واحد يبقى حزب لوحده؟ الاصلاح يحضر اذا حضرت المشكله، انا اشوف ما في مشاكل ان شاء الله انها فضفضه تروح. لازم تكابر يا وليد صح؟ ما كابر يا ابو يا اخوي، تشربنا مشاكل برا. ابو عبد الله شويه وليد متشربين مشاكل برا، الله يبعدها عنا. اللي يعرف المشاكل يستصغر الامور هذه، هذه الامور واهي ما هي مشاكل، هذه فضفضه وخذ وعطي. ان كان جت من يعني القلوب صافيه يا اخي الله يصفيها، ان كانت ما هي صافيه. صافي يا لبن ان شاء الله. لا رد، صافي يا لبن. صافي يا لبن. وانا طيب قل حليب يا قشطه لي انت. والله انت لو ما اسمك سعود العتيبي كان ما كملت اللقاء. لكن طيب صافي يا لبن. صافي يا لبن حبيبي وليد، شكرا لك، يعطيك العافيه. اعيد واكرر، كل المتسابقين هنا على مسافه واحده منا، كلهم غالي جبل خلط. حتى وان صار في تاتش بيننا احنا اخوان يا جماعه الخير، احنا في البيوت نتلاقط وحنا اخوان وحنا اهل، فالاخير قلوبنا على بعض. لا تشدونها، لا تكونون سبب، ما أقول هالمتسابقين يا من تشاهدوننا، لا تكونون سبب في تكبير المواضيع وجعل كرة الثلج الصغيرة كبيرة جدا، وتهدمون بها العلاقات والصداقات. ترى هذول إخوان بكرة بيطلعون سيستمر صداقتهم سنوات. يعني علي وزياد كم لهم الآن؟ كلهم من برامج الواقع اللي قبل شوي. زياد يا رجال، زياد شهري عموما سبحان الله، يعني كان متسابق تحت يدي فربيته ايامه وسنونه الى ان اصبح امامي مقدم، اللهم لك الحمد في تربيه اللي اظهرت وبانت هذا الرجل. طيب وانا في ختام هذه الحلقه انصح ان علي يتصدق، لانه دائما اذا تصدق تزين الامور باذن الله. الله انا انصح ان وليد وعمر وعلي يتصدقون ان شاء الله في وقف الام في مكه حتى تهدى النفوس وتزين وتتعدل العلاقات، لأننا أخوان وحبايب، ودائما الصدقة تطفئ موتة السوء. الله يهديكم يجبر بقلوبكم، وصلوا على النبي وإن شاء الله أمور تمام، يعني أمور بخير. صدقوا تصدقوا صدق الله ياخذ عمر بليسكم، صدقوا لعل الله يتقبل دعواتنا. شكرا. طيب الآن هذا هم، شوفوا وليد وعمر وراكان وعبد المجيد على الشاشة، أخوان يسولفون وحبايب. ليش يقول الجمهور الحين وليد واقف؟ معناته أنه في سيطرة من وليد عمر. شفت التفسيرات هذه الغبية الخاطئة؟ ويجي واحد يقراها في الجوال ويتنرفز. يا سلام، ويجي واحد من والله يا أخوان شوف ها جلسوا جنب بعض يضحكون. شوف عمر يضحك، شوف شوف عمر يضحك يا أخوان. لا إله إلا الله، شوف عمر يضحك، شوف سنونه يلا يبتسم الآن. لا لا، ومن داخل العريش وراكان يحذفه بالحصى. نعم إنه يقصده، مسحوب منهم المايك. الله سكر من عمر بس. لا بلا خلنا كذا أكشن. لا لا سكر سكر، عجبني نواف. لا لا أنا أقول لك يا والله الصراحة، يعني أنا أقول لكم يا لا تستعجلون بالأحكام أو لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. تقلدني تقلدني فارس عوض، هذه كلمة ولا كذا. طيب إحنا قبل نقفل الوقف يا أحبتي الكرام، نذكركم وأنفسنا بوقف الأم بمكة المكرمة. خير البر الأم في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة. والله العظيم في هذه الليالي المباركة والرواتب توها جاية، استغلوا تقصيركم في العمل، تقصيركم في الطاعات، تقصيركم في العلاقات بصدقة بسيطة تطهرون بها أنفسكم وتطهرون بها أعمالكم. وهذه بركة المال والراتب إن شاء الله بالصدقة، وهو اللي يبقى لك، لأن ما تصدقت به هو الباقي، وما أنفقته في أمور الدنيا سيرحل. علي عندي الله يعطيك العافية أبو عبد الله وبيض الله وجهك. وفي مثل هالأشياء الواحد يكون يطهر بها ماله، يعني كلنا نخطئ، كلنا نذنب، كلنا يعني لسنا كاملين، لكن نزاحم سيئاتنا بحسنات.
كنا نخطئ، كنا نذنب، فيعني الواحد يزل ويخطئ ويروح يجي. ساحم بعض أخطائك في هذه الحياة بحسنات لعل الله يغفر لك بها. حتى لو نهاية يومك يعني تبرع كل يوم بريال، في نهاية الشهر انت تبرعت 30 ريال. يا سلام عليك، والله لعل عند الله أكبر من اللي تبرع بمبلغ وقدره. فعلا شكرا لك يا سعود. عموما نشكركم. طبعا من باب الشفافية فريق دعم عمر بن هذال كاتب ما حد تواصل معنا، هذه كل المبادرات بتنسيق منا ورتبناها وتواصلنا مع أيمن وحسن، قالوا أنهم غير مسؤولين، تواصلنا مع مشاري وأعطانا الأوكي، يعني كان في تواصل مع مشاري، هو ما نسق يمكن، لكن أشرف هنا داخل المنتجع على المبادرة وتواصل معكم فيها ورد عليكم، وهذه تحسب، هو الوحيد اللي رد على المبادرة. من باب الشفافية أذكرها والمصداقية. عموما أتمنى أن الموضوع ينتهي نقطة آخر السطر لننهي الخلافات، وكل واحد يظهر معدنه الأصيل بالتسامح، هذا الشيء اللي لابد أن ننقله للناس. خلونا طاهرين متسامحين أنقياء. أنا طولت وأعتذر منكم، نشوفكم إن شاء الله بكرة، مع السلامة.